مزين اللي حاجة مشكلة تاتش. طيب، السلام عليكم ورحمة الله الإخوة والأخوات في مجموعة الباحثين السودانيين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقيكم اليوم السبت 3 أكتوبر 2020 في جلسة نقاش أو جلسة نقاشية مع مجموعة رائعة جدا من شباب هيئة البحوث الزراعية المبتعثين بالداخل والخارج. باسمكم جميعا نرحب من أقصى اليمين الباحث محمد أحمد الزين، هو من مركز بحوث الأراضي والمياه، مرشح دكتوراه الآن في المجر هنغاريا، ومعه برضه مساعد باحث سالم محمد سالم، هو من برنامج الهندسة الزراعية في هيئة البحوث الزراعية، والآن هو طالب ماجستير في إندونيسيا. الباحث هناء محمد عثمان محمد عباس معلش، وهي برضه من مركز دراسات مناظر الجاف إنتاج حيواني، مرشح دكتوراه جامعة إيجا في تركيا. مساعد باحث محمد عبد الحميد برنامج الهندسة الزراعية، وهو طالب ماجستير جامعة الملك سعود. ومساعد باحث مصعب خليل الجديل، مركز بحوث الغابات والصمغ العربي، هو طالب ماجستير كلية الغابات جامعة الخرطوم. مرحبا بكم جميعا، واليوم إن شاء الله الجلسة هتكون نقاش عن ما المبتعثين بالداخل والخارج ما لهم وما عليهم. تفضلوا محمد زين، عرف نفسك بطريقة أشمل، كل واحد يعرف نفسه في خلال دقيقة، بعدها نبدأ المحاور إن شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد أحمد محمد زين، باحث بهيئة البحوث الزراعية مركز بحوث الأراضي والمياه، حاليا طالب دكتوراه في قسم علوم التربة بجامعة سانت ستيفن بهنغاريا في السنة الثالثة إن شاء الله. مرحبا بك باحث محمد زين، تفضل تفضل يا سالم معلش. اوكي. شاكر لمؤسسة الباحثين السودانيين استضافة الويبينار دي وتحت الصانحة دي عشان نعرض القضية للشارع العام. أنا اسمي سالم محمد سليمان، مواليد الفاشر 1994، مساعد باحث بحث البحوث الزراعية، برنامج بحوث الهندسة الزراعية، مبتعث ماجستير حوكمة بيئية بجامعة اسمها اي بي بي في إندونيسيا. شكرا جزيلا. انا بسم الله الرحمن الرحيم، انا هنا محمد عباس صالح، باحث اتبع لمناطق الجافة والانتاج الحيواني، مركز المناطق الجافة والانتاج الحيواني، مبعوثة لنا الى درجة الدكتوراه في جامعة ايجا دولة تركيا في تخصص تكنولوجيا الالبان. شكرا لكم على استضافتنا يا استاذ وفي. شكرا. شكرا جزيلا. انا تفضل محمد عبد الحميد. محمد عبد الحميد، المايك حقك قافل، المايك حقك قافل يا محمد. ايوه، افتح الميكروفون وتفضل. تفضل كده. اوكي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا محمد الحميد ابراهيم محمد، مساعد باحث برنامج بحوث الهندسه الزراعيه، مبتعث لنيل درجه الماجستير جامعه الملك سعود المملكه العربيه السعوديه، تخصص الالات الزراعيه. شكرا. وعندنا اخيرا وليس اخرا مصعب مساعد باحث مصعب الجديل، تفضل. طيب، السلام عليكم. مصعب خليل الجديل، مساعد باحث بهيئة البحوث الزراعية، مركز بحوث الغابات والصمغ العربي سواء الخرطوم، مبتعث بالداخل في جامعة الخرطوم برنامج الغابات في تخصص الإدارة الفنية للغابات. شاكر أنه أكون معكم وتمليك المعلومة للرأي العام.
شكرا جزيلا لكم يا شباب. طيب نبدا طوال جلستنا، معلش اسف للتاخير، تاخرنا حوالي ربع ساعه اسباب تقنيه كالعاده، لكم العود حتى اطرده. تفضل باحث محمد احمد الزين، كلمنا عن عرف لنا حياه البحوث الزراعيه وفكره التدريب او برنامج التدريب فيها. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بالمتابعين وفي البداية برضو أشكركم أنتم كجروب باحثين على إتاحة الفرصة. طيب أدخل فيها بسيطة جدا عن هيئة البحوث الزراعية. هيئة البحوث الزراعية من أقدم المؤسسات البحثية في أفريقيا والشرق الأوسط. طيب غادة التوسع الكبير في مجال البحوث الزراعية إلى استحداث هيئة البحوث الزراعية في العام 1967 كمؤسسة عامة شبه مستغلة تحت إشراف وزارة الزراعة. طيب رؤية هيئة البحوث الزراعية بتتمثل في إنه يصبح مركز للتميز في البحوث الزراعية من خلال تطوير القوى العاملة الماهرة، إجراء أبحاث عالية الجودة، وبالإضافة إلى توليد تقنيات حديثة لضمان إنتاج المحاصيل المستدام. دي رؤية هيئة البحوث الزراعية. طيب هيئة البحوث الزراعية عندها أهداف استراتيجية على مر الزمن بتسعى لإنه تحقق الأهداف دي. ممكن نلخصها في نقاط بسيطة. الهدف الأول تنفيذ الأبحاث التطبيقية اللي بتخدم أغراض التنمية الزراعية، الاهتمام بالبحوث الموجهة نحو الأمن الغذائي والحد من الفقر. الهدف الثالث الاهتمام بالبحوث الموجهة لتوفير فوائد للصادر، بالإضافة إلى الاهتمام بالبحوث الموجهة للحفاظ على الموارد الزراعية الطبيعية، ومعروف أن السودان غني جدا بالموارد الطبيعية والزراعية، وتطويره وترشيد استخدام المياه والأراضي والغطاء النباتي، إضافة إلى تحسين أساليب إنتاج وحفظ التقاوي، تطوير أساليب التغانات الحيوية والهندسة الوراثية، وتوظيف لخدمة الموارد النباتية، إضافة لهدف مهم جدا اللي هو المساهمة في النقل وتوطين التغانات للمستفيدين النهائيين اللي هم دائما بيكونوا المزارعين. دي الأهداف الاستراتيجية هيئة البحوث الزراعية بتسعى إلى أن تحققها خلال مسيرتها. طيب إحنا عشان نحقق أو هيئة البحوث الزراعية عشان تحقق الغايات والأهداف الاستراتيجية اللي أنا ذكرتها قبل شوية دي، عندها عديد من البنى التحتية بتتمثل في 14 مركز بحثي متخصص، بالإضافة إلى 26 محطة بحثية موزعة على امتداد السودان. طيب ممكن انا ادي اختصار او مرور سريع جدا على المراكز البحثيه اللي بتضمها هيئه البحوث الزراعيه. مركز بحوث الاراضي والمياه، مركز بحوث الغلال، مركز بحوث المحاصيل الزيتيه، مركز بحوث القطن والالياف، مركز بحوث المحاصيل البستانيه، مركز بحوث البقوليات والمحاصيل الواعده، مركز بحوث الغابات والصمغ العربي، مركز بحوث المناطق الجافة والإنتاج الحيواني، مركز بحوث الهندسة الزراعية ونظم الري وحصاد المياه، إضافة لمركز بحوث الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، مركز التغانة والسلامة الحيوية، مركز صيانة وبحوث الموارد الوراثية النباتية الزراعية، مركز بحوث الدراسات الاقتصادية والسياسات الزراعية، إضافة لمركز بحوث صيانة الأصناف وإنتاج بذور الأساس. اللي هي الـ 14 مركز دي بتمثل لنا المراكز البحثيه اللي بتضمها هيئه البحوث الزراعيه. في كثير من الحالات المراكز البحثيه بتتقسم لاقسام، يعني اي مركز بحثي بيضم تحته اقسام، والاقسام في حالات كثيره بتضم وحدات بحثيه. مثلا اذا اخذنا مثال مركز بحوث الاراضي والمياه، داخله بيتكون من عده اقسام. قسم مثال مركز بحوث تقييم الاراضي، مركز بحوث تغذيه النبات، ومركز قسم بحوث تقييم الاراضي، قسم بحوث تغذيه النبات، قسم بحوث اداره المياه، بالاضافه الى قسم بحوث استصلاح الاراضي. دي المراكز البحثيه اللي بتضمها هيئه البحوث الزراعيه. طيب اذا جينا تكلمنا عن المحطات البحثيه اللي بتضمها هيئه البحوث الزراعيه، واللي قلنا انها بتتوزع على كافه ولايات السودان، ممكن نقسمها للاتي: منطقة السهول الطينية الوسطى بتضم لنا عدة محطات بحثية، اللي هي زي محطة بحوث الجزيرة، محطة بحوث حلف الجديدة، محطة بحوث الرهد، محطة بحوث السوكي، محطة بحوث محتوب.
طيب منطقة السهول الطينية المطرية بتضم لنا برضو عدة محطات بحثية زي محطة القضاري، الدمازين، أبو نعامة. المناطق الشمالية المروية بتضم لنا عدة محطات بحثية اللي هي دنقلة، مروي، شندي، الحديبة والحامداب. منطقة السافانا الغربية بتشمل لنا محطات بحوث الأبيض، الفاشر، نيالا، كادوغلي، الجنينة، الفولة، الضعين، بالإضافة إلى زالنجي. منطقة الري الفيضي بتضم لنا محطتين أساسيتين اللي هو محطة بحوث كسلة والقاش، محطة البحر الأحمر اللي هي بتتواجد لنا في دلتا طوكر. منطقة الخرطوم برضو فيها محطتين بحثيتين اللي هي محطة بحوث شمبات ومحطة بحوث شوبان الملحية. طيب هيئة البحوث الزراعية حاليا عندها 24 برنامج بحثي. إذا دارين نتكلم عن البرامج البحثية في هيئة البحوث الزراعية، عندها 24 برنامج بحثي. ال 24 برنامج بحثي دي مؤسس على المحاصيل السلعية أو التخصصات العلمية، وبتغطي لنا عدة محاور أساسية. طيب ممكن نتكلم عن المحاور الأساسية اللي هي تحسين الأصناف والتعزيز الوراثي، تطوير المعاملات الفلاحية، تطوير وسائل آمنة متكاملة لإدارة الآفات الزراعية، تنمية الموارد الطبيعية الزراعية والمحافظة عليها، بالإضافة إلى تحليل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة عليها. دي بالنسبة لنا البرامج البحثية اللي بتقوم عليها هيئة البحوث الزراعية. طيب هيئة البحوث الزراعية عندها عدة لجان لإجازة التغانات الزراعية، تغانات اللي هي سواء كانت منتجة عن طريق الباحثين في هيئة البحوث الزراعية أو حتى الباحثين في المراكز البحثية الثانية، من ضمنها ممكن تكون الجامعات. طيب اللجان دي هي 3 لجان: اللجنة القومية لإجازة الأصناف، اللجنة القومية لفلاحة المحاصيل، اللجنة القومية للآفات والأمراض. دي اللجان القومية اللي هي بتجيز لنا التقانات في هيئة البحوث الزراعية. طيب إذا دعنا نتكلم عن الكوادر في هيئة البحوث الزراعية، هيئة البحوث الزراعية عشان تقوم بالمهام المختلفة دي بتتكون لنا من كادر مكون من 585 باحث باختلاف تدرجات، من مساعد باحث لباحث حتى درجة الأستاذية أو البروفيسور. بتضم لنا 319 تقني و887 موظف باختلاف تخصصاتهم، من فنيين، إداريين، ومحاسبين، وكتبة، وغيره من الوظائف المختلفة. طيب هيئة البحوث الزراعية على مر التاريخ كان عندها إنجازات واضحة وملموسة. ممكن برضو نحاول نلخصها في عدة نقاط. إذا من الستينات والسبعينات ظهرت لمسات البحوث الزراعية في توفير وتطوير الأسس المطلوبة لسياسة التكثيف والتنويع الزراعي، بتطوير التركيبة المحصولية والدورات الزراعية، إضافة إلى المساهمة في التوسع في زراعة القمح في المناطق الجافة الحارة اللي هي المناطق جنوب الخرطوم، باستنباط الأصناف المقاومة للحرارة. بالإضافة إلى هيئة البحوث الزراعية استنبطت العديد والعديد من الأصناف في مختلف المحاصيل، سواء كانت قطن، ذرة، فول الصويا، وغيرها من المحاصيل. طيب هيئة البحوث الزراعية زي غيرها من الرصيفات في المراكز البحثية عانت بشدة خلال الـ 30 سنة الماضية. برغم المعاناة دي ظلت تعمل بجهد وتفاني في مختلف التخصصات وعلى اختلاف البيئات الزراعية في السودان. كما سعت للاستفادة من التمويل الخارجي لتمويل الأنشطة البحثية لتمويل أنشطتها البحثية. طيب إذا أنا دا ردي زي أمثلة بسيطة اللي هي من البرامج اللي استفادت من التمويل الخارجي واللي كان عندها أثر ملحوظ على مستوى المشاريع المروية: مشروع الجزيرة وحلفة الجديدة والمشاريع المروية في الشمالية، اللي هي برنامج منصات التناصر والابتكار. والبرنامج ده خاص بحوث القمح وممول من بنك التنمية الأفريقي. برضه هيئة البحوث الزراعية استفادت من الدعم المقدم من الـ FAO بإنشاء نظام معلومات التربة في السودان، اللي هو باعتباره عبارة عن سويل داتابيز بكل أنواع الأراضي الموجودة في السودان. والأنشطة بتاعت البحوث الزراعية كثيرة، قد لا يسع المجال لذكرها حاليا. طيب ده نتكلم عن أهمية التدريب في البحوث الزراعية. من السرد اللي أنا سردته حاليا ده بيتضح لنا جليا أهمية
تدريب الكوادر البحثية المختلفة، سواء كانوا مساعدين باحثين وباحثين وتقنيين وفنيين، لتجويد العمل البحثي ومواكبة التطور على مستوى العالم. في هيئة البحوث الزراعية يكتسب التدريب سواء كان داخلي وخارجي لنيل درجة الماجستير والدكتوراه أهمية خاصة. ليه؟ لأنه يعتبر من المتطلبات الأساسية للتدرج في العمل البحثي في هيئة البحوث الزراعية، وتأثير مباشر على إنتاج بحوث عالية الجودة. أخيراً ممكن أقول التدريب المستمر لما قبل وبعد الماجستير والدكتوراه من دورات وكورسات قصيرة أو ورش عمل وسيمينارات أثبت جدواه على مستوى هيئة البحوث الزراعية من حيث رفع كفاءة الكوادر البحثية ومواكبة المستجدات العالمية. ده باختصار شديد المحور حقي المتخصص المتعلق بهيئة البحوث الزراعية وأهمية التدريب بالنسبة لهيئة البحوث الزراعية. شكرا جزيلا محمد زين، الباحث في درجة الدكتوراه في هنغاريا، وهو باحث في المركز بحوث الأراضي والمياه. هنمشي للمحور الثاني من الجلسة، وهتقدم هتتكلم عنه اللي هي هناء محمد عباس عن الابتعاث طريقة التقديم للحصول على المنح الدراسية. تفضل هناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البدء أن أشكر مجموعة الباحثين السودانيين على إتاحتها هذه الفرصة لمنسوبي هيئة البحوث الزراعية للتعبير عن قضاياهم المهمة. أنا هتكلم عن المحور بتاع البعثات أنواعها وطريقة الحصول على البعثات. البعثات هي نوعين، بعثات دراسية وبعثات تدريبية. البحثات الدراسية بيقصد بها الفترة التدريبية اللي بيقضيها المبتعث خارج أو داخل البلاد من أجل الحصول على الدرجات فوق الجامعية أو الزمالة المهنية. البعثات التدريبية بيعنى بها الفترات التدريبية اللي بيقضيها المبتعث داخل أو خارج البلاد. عموماً إذا انتقلت للطريقة بتاعة الحصول على البحثات على حسب اللائحة القومية للمجلس القومي للتدريب أو الأمانة العامة للمجلس القومي للتدريب، بتبدأ بأن الأمانة العامة في فترة زمنية محددة من كل سنة بتطلب من كل المؤسسات أو الوحدات القومية بأن تجهز خطة تدريب سنوية لمنسوبيها. بدورها المؤسسات أو الوحدات القومية تقوم بإعداد خطة التدريب السنوية لمنسوبيها وفقاً لاستراتيجيتها ووفقاً لاحتياجاتها للتدريب، وتقوم بعمل الترشيحات سواء البحثات الدراسية أو البحثات التدريبية قصيرة أو طويلة الأمد، وذلك تقوم برفعها للأمانة العامة. الأمانة العامة تقوم بدورها بدراسة الخطة أو خطة التدريب، وكذلك تقوم بتغطية تكاليفها وبذلك بتقديمها للمجلس، وهو بدوره يقوم برفعها إلى الجهات المعنية. عند تنتقل بعد ذلك الخطة من الإعداد إلى طور التنفيذ، حيث وذلك بعد إجازة الخطة التدريبية السنوية، حيث تقوم الوحدات القومية بالتنسيق مع الأمانة العامة بتحديد المؤسسات التدريبية والدراسية لمنسوبيها، وكذلك تقوم بتقديم قائمة ترشيحات وفقا لشروط الترشيح المذكورة في لائحة الأمانة العامة، وبذلك يتم التصديق بالمنحة، وبذلك تمتع يأخذ المبتعث إذن السفر أو إذن الابتعاث، وكذلك تمتع بمستحقات من ضمنها أن يحصل على أجره كامل خلال فترة البحثة، كما أن تحسب فترة البحثة ضمن فترة الخدمة المدنية، وكذلك قد يتمتع بالعديد من المستحقات مثال للبدائل، مثلا بدل اللبس البديل النقدي بالنسبه للمبتعثين بالداخل، او يتحصل على العلاوه الشهريه اذا كان من ضمن المبتعثين بالخارج. هذا ما تسير به طريقه الابتعاث حسب اللائحه.
للمجلس القومي للتدريب، ولكن مع الأسف نجد أن فرص التدريب قد تكون قليلة أو لا تتكافأ مع الحوجة التدريبية بالنسبة لهيئة البحوث الزراعية باعتبارها جهة أو مؤسسة عريقة. لذلك اتجه منسوبي هيئة البحوث الزراعية للطرق أخرى اتبعها رصفائهم من بقية المؤسسات القومية كالتعليم العالي وغيره، بأن يتجه إلى الاجتهاد الفردي في الحصول على المنحة، وذلك عن طريق التقديم للمنحة المعروضة أو التي تكون عن طريق الإنترنت، حيث يتقدم المنسوب أو المتقدم للمنحة وينافس على مستوى العالم، وعند حصوله على المنحة يقوم بالذهاب إلى إدارة التدريب التابعة للمؤسسة الذي ينتمي لها، حيث تقوم بالتصديق وإعطائه خطاب ينتقل به إلى الأمانة العامة في الأمانة، ومن هناك يتم التصديق له بالابتعاث ويأخذ يعني كل مستحقاته. مع الأسف هذا ما يسير عليه الحال مع رصفائهم، أما ولكن عندما اتجه منسوبي هيئة البحوث الزراعية وسلكوا نفس طريق رصفائهم تعرضوا لبعض المشاكل سيقوم بسردها الأخ محمد عبد الحميد من بعدي. أترك له الفرصة للتحدث وأشكركم لحسن الاستماع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الباحث هناء محمد عباس، الباحث بمركز دراسات المناطق الجاف وإنتاج الحيواني، مرشح الدكتوراه في جامعة إيجا في إزمير تركيا. نمشي المحور الثالث اللي هو معاناة التدريب زي ما قلتي الداخلي. تفضل مساعد باحث مصعب خليل. مصعب افتح الميكروفون. طيب السلام عليكم ورحمة الله. شكرا في البداية جروب الباحثين لهذه الاستضافة القيمة، ونشكر كل الشباب مساعدي الباحثين والباحثين المناضلين عن حقوقهم داخل الهيئة، ونتمنى أن الحقوق كلها ترجع قريبا. يعني أنا بتكلم عن معاناة المبتعثين الداخلين بهيئة البحوث الزراعية اللي هم داخل الجامعات السودانية. لو افترضنا أنه تنمية المجتمعات أو الدول بتقف أساساً على الزراعة بصورة عامة، فنجد أنه الكادر البشري من أهم مقومات هذه البحوث الزراعية، فهذا يتطلب الاهتمام به، وابتدي هي من البداية في تدريبه وتمليكه حقوقه بصورة كويسة. في الابتعاث الداخلي المبتعثين الداخلين يعانون كثيرا من هيئة البحوث الزراعية، من الإدارات داخل هيئة البحوث الزراعية، والمعاناة تبدأ من البداية. يعني أنت مجرد ما تجي الهيئة بيكون عندك حسب المانديت بتاع هيئة البحوث الزراعية أنك تتأخذ فترة تدريب، بعدك تبتعث داخليا إذا لم تجد فرصة أنك تبتعث خارجيا. طيب في تأخير واضح للابتعاث في الداخل، يعني بعد فترة تدريب شهرين أو السنتين مفروض تلقائيا أنت بتكون رتبوا لك أنك تبتعث داخلياً في أي جامعة من الجامعات حسب التخصص بتاعك، فبيكون في مماطلة وتأخير من جانب الإدارات في داخل الهيئة، وده بيقوم بنقص من شنو من رغبة مساعدي الباحثين أو الشباب اللي هم بيرغبوا أنه
حاسبين زمانهم يعني مفروض يبتعثوا فيهم. في الحاجة الثانية ما بيملكوك حقوقك وواجباتك من جراء الابتعاث. يعني انت بعد الابتعاث ما بوروك انت مفروض حقوقك شنو وواجباتك شنو بالنسبة للهيئة، فدي بتشكل عقبة. يعني انت بتبتعث وما في نفس الوقت ما بتكون عارف انه انت الجايدلاين بتاعك لغاية ما تجي راجع بعدين. فدي برضو انا شايفها مشكلة قاعد تواجه الشباب هنا داخل في التدريب الداخلي او المبتعثين الداخلين. في النقطة الثالثة عندنا الدعم والعلاوة الشهرية بالنسبة للشباب المبتعثين داخليا، فدي اكبر حاجز مع الاوضاع الاقتصادية الذي بيمروا بها الشباب داخليا، فدي بتشكل لهم عقبة كبيرة جدا. فانت بتبتعث الموظف عشان يمشي يعمل لك ماجستير ويجي، فهو بكون ما 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 قادر يتحرك، ما قادر يسافر، ما قادر يعني مفروض يكون في دعم واضح، مفروض يكون في 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 قيمة معينة مجزية له عشان يقدر يحقق برنامجه العلمي والبحثي. فدي قاعدة تشكل عقبة كبيرة جدا، في حين أنه في 150 جنيه سوداني دي قاعدين يدوها للشباب من التدريب كمنحة شهرية، فدي حاجة غريبة جدا، فهي لا تسوى أي حاجة. فدي عقبة، دي من أكبر العقبات التي تواجه الشباب داخليا. يعني كأنه الحياة بتتعسك في نفس الوقت ما بتراعي لحقوقك ولا في أي حاجة لما تجي راجع بعدين، بغض النظر عن أنه أنت عانيت قدر كم والحصل لك شنو. فده تهميش واضح أنا شايف بالنسبة للمبتعثين الداخلين أو مساعدين الباحثين المبتعثين بالداخل. الحاجة الثالثة ما في متابعة، ما في متابعة ومراقبة من الإدارات بالنسبة للمبتعثين الداخلين، موقفهم شنو، حالتهم شنو، الحاصل عليهم شنو. يعني أنت كمسؤول، أنت باعتبارك مسؤول من هؤلاء المبتعثين، فمن مسؤوليتك أنك أنت تتابع موقفهم، بحوثهم ماشي كيف، الواقف لهم شنو، المعامل، الـ كل الحاجات، يعني بيئتهم البحثية. دي برضو واحدة من العقبات الكبيرة التي بتواجه الشباب في الداخل هنا. عندنا تاني المشكلة، مشكلة السكن. بغض النظر عن أنه الجامعات هي موفرة سكن أو ما موفرة سكن، فمن جانب الهيئة أو هيئة المبتعثين الداخلين، فبالذات رغم وجود البنية التحتية والمؤسسات الكبيرة في الخرطوم، برضو المبتعث الداخلي بيعاني كثيرا من السكن. يعني انت مفروض تدفع من جيبك، فدي حاجة سيئة شديد. حتى لو سكنت لا مصعب، انت عملت ميوت غير ما تعرف. الشبكة والكهرباء كلها طبعا مواقع معنا اللي هي لا مش شبكة طبعا. انت عامل ميوت، الشباب في المبتعثين بالداخل قاعدين يعانون كثير. يبدو انه في مشكلة الشبكة من طرف مصعب، وتقريبا دي بعض المعاناة اللي قاعدين يعانوها المبتعثين بالداخل. طيب لغاية ما مصعب يرجع علينا، حاول نمشي للمحاور الأخير اللي هو مصعب. واصل. طيب يا مصعب. طيب بعد كل المعاناة التي بيلقاها المبتعث الداخلي،
بيجي في النهاية في الإجراءات بتاعت الترقية، يعني قول يعني خلصت من أنك أنت عانيت لغاية ما خلصت البحث بتاعك، فبتجي بتواجه مشكلة جديدة، مشكلة أنه الفترة الزمنية للترقية اللي هي برضو مسؤولية، مسؤولية الهيئة حياة البحوث الزراعية، فأنت البروسيس بتاعها هياخد زمن طويل جدا وممل. فخلي المبتعث في حالة بتاع التنشنة يعني، فبيكون يعني متنشن شديد، فما قادر أنه كيف يتعامل مع الإدارات، في حين أنه أنت لما تيجي تتعامل مع الإدارات بيكون في شيء من الذل والتهميش بالنسبة لك، أنا ما عارف السبب شنو يعني. فدي واحدة من الحاجات يعني المفروض الناس تشوفها يعني، تشوفها بالذات الإدارات، دي مشكلة ومسؤولية بتاعت الإدارات يعني، مسؤولية مباشرة. في الأشخاص اللي بيجوا بماجستيرهم جاهزين، اللي هي حسب القانون بتاع الهيئة، هيئة البحوث الزراعية، فهم برضو بواجهوا مشكلة كبيرة جدا في كيف أنه يقيموا لهم الرسالة البحثية بتاعتهم دي حتى يسمح لهم أنه يقدموا للترقية، فبرضو بتاخد يعني فترة زمنية طويلة جدا ومملة شديد، فدي برضو من أكبر المشاكل. أنت اعترفت بأنه زول يا أخي جايب ماجستير وأنت موظف عندك هنا، فليه؟ أنا ما أعرف المشكلة شنو يعني، ده برضو بشكل حاجز كبير جدا للناس يعني. في المبتعثين الداخلين اللي هم تبع الريفورم اللي هو الاتحاد الأفريقي، برضو ديل عندهم نثريات شهرية مفروض تدفع لهم اللي هي بالدولار، فالهيئة بيكتبوا العقد يعني، بسمح لك أنك أنت بتمشي وتنضم للمنحة بتاعت الريفورم اللي هي داخليا، لكن شنو؟ ما بتابعوك، ما بشوفوا حقوقك أنه أنت أدوك حقوقك ولا ما أدوك كده. فدي برضو مشكلة كبيرة يعني بتواجه كل المبتعثين الداخلين، الريفورم هم مبتعثين داخلين، وبرضو هم بعانوا من الحاجة دي شديد، فالمعاناة أنا شايف كبيرة جدا. والشباب يعني ما عارفين الحاصل شنو، هل هي مشكلة بتاع الإدارات؟ فنحن شايفين أنه هي مشكلة بتاع الإدارات وهي دي مسؤوليتهم المباشرة يعني، فنحن المشاكل دي كلها يجب وضع لها حدود، ومفروض تكون عندها يعني موقف ثابت من قبل الشباب، والحقوق دي تثبت عشان انه الناس الجايين ما يواجهوا نفس المشاكل ونفس المعاناة. هي المشاكل كثيرة والمعاناة كثيرة بالنسبة للمتعاسين الداخلين، لكن ندي الفرصة لبقية الشباب نعرف باقي القضايا. شكرا جزيلا الشكر مساعد باحث محمد خليل الجبال، انت طالب ماجستير في كليه الغابات جامعه خرطوم، ومساعد باحث في مركز بحث الغابات والصمغ العربي. طيب نمشي للمحاور الاخير، اول قبل الاخير حيتكلم لنا محمد مساعد باحث محمد عبد الحميد عن قضيه المبتعثين خارجيا بمطرقه اداره التدريب بالهيئه وسندان المجلس القومي للتدريب. تفضل مساعد باحث محمد عبد الحميد. افتح الميكروفون محمد عبد الحميد. سوري المره الثانيه. شكرا جزيلا سوفي، الحضور الكريم مختلف المقامات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا محمد عبد الحميد ابراهيم، مبتعث من قبل هيئه البحوث الزراعيه للماجستير من جامعه الملك سعود المملكه العربيه السعوديه. في البدايه تهانينا للشعب السوداني بتوقيع السلام، نتمنى ان تحول كل الصراعات كل التهميش اللي ادى لاسباب الحروب دي يتم متوازنه حتى ثاني ما نشهد تكرار نفس السيناريو. شكرا للزملاء اللي سبقوني في المحاور تحدثوا عنها. في الحقيقه هي معنات مبتعثة الهيئة البحوث الزراعية هي مشاكل قديمه متجدده باستمرار على مر الإدارات، على مر السنين احنا عاصرناهم فيها، والشباب الزملاء السابقون الآن هم أسوشيات في الهيئة، كل الناس دي عارف بنفس الطريقة وقد يكون بالكربون دون
رغبة جادة من قبل الهدبوع الزراعية لإيجاد حل جذري. المشكلة قبلي المعاناة تتساعد باحث تبدأ زي ما ذكر السوزة هنا من الترشح للمنحة، مع العلم أنه متعسين الخارج كلهم تحصلوا على المنحة باجتهاداتهم الشخصية. يعني إذا التدريب بهدبوع الزراعية لم توفر ولا منحة واحدة خارجية للزملاء الآن متعسين في الخارج، وبعد ذلك تصر إنها تتجاهلهم في قضاياهم وفي مطالبهم العادلة. حقيقة طرقنا باب المطالب بصورة فردية في السنين اللي فاتت ولكن لم نجد استجابة، لذلك لجأنا لعقد ثلاث اجتماعات سفيرية مع الزملاء المبتعثين، وهم عددهم 26 مبتعث، 38 مبتعث لديهم مشاكل، 26 مبتعث في كل من السعودية، نيجيريا، هنغاريا، تركيا، ألمانيا، والصين، وإندونيسيا. سردنا المشاكل، تقريباً كل المشاكل مشابهة، كل الردود تجي من الإدارة أيضاً متشابهة، أحياناً بيكون في تباين، نفس الرد بيكون في تباين. لذلك عقدنا العزم أننا نتحرك عبر لجنة تكون ممثلة للمبتعثين. نتيجة ثلاث اجتماعات مخاض أنه تكون لجنة من 7 أفراد يمثلوا كل المبتعثين بالخارج، عكفنا على صياغة مذكرة ضافية إلى السيد المدير العام للهدبوع الزراعية مع إرسال سي سي لكل سيد نائب مدير عام للهدبوع الزراعية وسيد مدير التدريب بالهيئة. سبب اللجوء لدى خاطب المدير العام مباشر كان هو الرد الباهت وعدم اللامبالاة من السيد مدير تدريب بهيئة البحوث الزراعية. حينما أرسلنا له خطاب أو إيميل رسمي إن نحن مبتعثين الخارج، وضحنا فيه اللجنة ومهامها، طلبنا منه اجتماع أونلاين مع المبتعثين في الخارج، لديهم بعض الاستفسارات، لديهم بعض النقاط يود مناقشتها مع هيئة البحوث الزراعية، ولكن للأسف الرد كما هو متوقع، رفض اجتماع معنا في اجتماع سفيري، واكتفى فقط بإرسال اللائحة التدريب القومي، وذكر إنه أمشي بصورة فردية خاطبوا القنصل في سفاراتكم الموجودة فيها المبتعثين. وإحنا ندري علاقة التدريب الهيئة بالقنصل شنو يعني في السفارات، لأنه حتى الآن ونحن مبتعثين أنا شخصياً ليس أنا حتى الآن ما عندي أي علاقة بالسفارة السودانية، ما في أي لينك مباشر بيننا وبين السفارة، ما في أي تواصل أو إجراء سواء كان قانوني أو إداري بيننا وبين القنصل. فرفضنا مقترحه إنه أنتوا إدارة هيئة البحوث الزراعية يعني من حقنا نحن نلجأ لإدارتنا بصورة مباشرة اللي تابعة الملف ده. فبعد ذلك نتيجة للخطاب أرسلناه السيد المدير العام، أيضا عكفنا على صياغة بيان تفصيلي نشر في لتوضيح الرأي العام داخل الهدبوع الزراعية. للأمانة السيد المدير العام في البداية كان رده كان طيب، رد طيب، وتفاعل مع القضية بتاعت المبتعثين في الخارج، ووعد إنه حيبذل قصار جهده مع إدارته إنه يجد حلول، وطلب إنه يكون التواصل مباشر عبر اللجنة لكل استفساراتهم لكل تساؤلاتهم. بعد ذلك اخترنا عبر إيميل رسمي إنه خاطب السيدة مدير التدريب القومي، سرد فيها كل مشاكل المبتعثين اللي إحنا رفعناها له، وجاء الرد قال إنه وجد تفاعل وتجاوب مقبول من سيدة مدير دار التدريب القومي، يتأمن على مطالب المبتعثين بتاعت هذه البحوث الزراعية. وعشان نكون نحط المشاهد الكريم في الصورة، المطالب هي مطالب علاوة تدريب الخارجي. نحن لا ندري ما السبب إنه
ممتازين من نفس الهيئة في نفس الدرجات، سواء كانوا ماجستير أو دكتوراه، بل أحيانا في نفس الدولة يوجد تباين في تصديق العلاوة. لدينا الآن حسب إحصاءاتنا 8 أفراد صدق لهم ب 50% فقط من علاوة، ونفرين صدق لهم ب 20%، ونفر واحد صدق له بنسبة 10%، بينما 15 مبتعث لدرجة دكتوراه أو ماجستير تم الرفض مطلقا لتصديق علاوة من قبل إدارة التدريب القومي. حينما تساءلنا سبب الرفض شنو مثلا، عشان نكون في الصورة، هل في جانب قانوني احنا ما استوفيناه، مع العلم انه كل المبتعثين دول استوفوا المدة القانونية للابتعاث اللي هي سنتين. معروف انه كل مساعد باحث في البحوث الزراعية يقضي سنتين حتى بعد ذلك يتم ابتعاثه. من ناحية دي كل المبتعثين مستوفين المدة، بل بعضهم زاد عليها. ألو؟ أيوة تفضل، واصل. الحاجة الثانية، حتى احنا نتساءل يعني لماذا هذه البحوث الزراعية دون المصادر الحكومية لا تأخذ العلاوة كاملة؟ لماذا 50% والعشرين والعشرة وهكذا؟ كيس قد محمد عبد الحميد افتح الميكروفون اتواصل زي ما عندك مشكله. اوكي، واضح كده صوتي يا استاذ زوفي؟ واضح، واصل. اوكي تمام. زي ما كلكم متابعين انه زملاء في التعليم العالي يعني مشاكلهم هم الناس في التعليم العالي مطالبهم انه تاخرت علاواتهم، نحن اصلا ما محترفين بها. فنحن عندنا مشكلتين، يعني نحن أصلاً في الأصل أصلاً في عدم احتراف بحق أصيل لو بتاع سيد البحوث الزراعية، مع العلم أن المانديت بتاع سيد البحوث الزراعية يختلف تماماً عن الـ محمد ممكن تقفل الفيديو عشان تحسن أداء الشبكة بتاعك. مع العلم انه متساهل بحوث زراعيه زي ما ذكرنا انه هناك في رفض مطلقا تصديق له علاوه لبعض الزملاء، وحتى الزملاء تم تصديق لهم بحيث زي كانهم بيمنوا عليهم من يعني. ومن المفارقات انه في بعض الزملاء متزوجين لديهم اسر مدينه علاوه نصف علاوه الاعزب، يعني حتى الاعزب ما بياخذها كامله، بياخذ نصف علاوه الاعزب. والشخص ده هو دكتور ومبتعث وعنده أسرته يعني. فمنتهى الاستفزاز تقريبا. محمد واجه مشكلة في الإنترنت، عدم استقرار في الإنترنت زي ما قال سالم. حابب أقفل الفيديو وتكلم بالأوديو فقط، تكلم بالميكروفون بس اقفل الفيديو. ربما اوكي. انا عشان اوجز زي ما قلنا انه دي في تهميش واضح ان احنا بنراه كمبتعثين من غير ادارتنا، وفي عدم تجاوب ومماطله في تلبيه المطالب. احنا الخطاب الاول تم ارساله بتاريخ 21 مايو سيف الدير عام، ورد عليه بعد ذلك اخر الخطاب. بناء عليه ذكر انه محتاج لبعض الوقت، انه ظروف الكورونا والكورونا والمؤسسات الحكوميه مغلقه، فمنحناه الفرصه الى ان تم رفع الحظر جزئيا بتاريخ 22/7،
تساءلنا ما الذي حدث في الفترة اللي فاتت، فذكر إنه عقد اجتماع مع سيف الدين التدريب القومي وكان في تفاؤل إنه الأزمة هتحل عما قريب، وطلب منا إن إحنا إنه نمنحها بعض الوقت يعني. فلمدة شهر ما في أي ما في تواصل، ما في أي رد من قبل الهيئة أو ترويج عن شيء حصل. بتكليف لجنة ذهبنا إلى رأس الهيئة في ود مدني لعقد اجتماع مع سيد مدير التدريب، مراعاة المؤسسية نحن لا يمكن نتجاوز مباشرة إلى المدير العام، يجب أن نجيبه أولا. جلست معه أنا شخصيا، للأسف يعني إنه أولا أبدأ رفض قاطع إنه اعتراف باللجنة أصلا، فطلب إنه الناس كل المطالب تساق بصورة فردية، فرفضنا مطلقا المبدأ ده لأنه إحنا على مدار ثلاثة أو أربعة أشهر دي كنا متواصلين مع إدارة كلينا. الجد شنو يعني إنه في فترة زي دي بعد شد الجذب اعترف باللجنة، ومن خلال النقاش معه أيضا يبدي عدم تجاوب في أو و يبدي عدم تجاوب، بل يستغرب يعني انه ليه دائما بنسأل بصوره متكرره. وذكرنا له ان احنا يعني طلاب حق، يعني الزول صاحب الحق ده دائما بيسأل يعني اذا انتم بتدوا فيدباك بصوره مستمره، فنحن من حقنا ان نسأل يعني او نطلب التنوير اول باول يعني. فبعد ذلك لما لمسناه من اللقاء معه انه غير حريص تماما على حقوقه بتاع سنه، لذلك راينا انه لن يكون مفيد في التفاوض مباشر مع التدريب القومي، لانه كما تعلمون الشخص الغير مؤمن بالقضيه لا يمكن انه يساهم في حلها يعني. بناء ذلك طلبنا منه اجتماع مشترك بينه وبينه وسيد المدير العام في اليوم التالي، فجلست مع سيد المدير العام وسيد مدير التدريب. الصوت واضح يا صوفي؟ الو؟ واصل سامعينك. صوفي؟ واصل سامعينك يا محمد. اوكي تمام. في الاجتماع المشترك مع سيد المدير العام تساءلنا نحن كمبتعثين وانت متابع الملف ده بصوره شخصيه عن ما توصلت له يعني انتم كاداره، مع العلم انه احنا لا غير مسموح لنا انه نخاطب تدريب الغاب مباشره الا عبر مؤسستنا. تفاجأنا انه في الاجتماع ده سيد المدير التدريب يعني قال بالنص لسيد المدير العام هيبه في الزراعيه ان هؤلاء الشباب المرصودين في 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 تحدي واضح وتهديد واضح. تعاملنا معه باحتياج شديد في وجود سيد المدير العام. نحن يعني الثوره دي ثوره عظيمه، ما تاني نرجع للعهد بتاع تكميم الافواه ولا العهد بتاع الصنف والعنجهيه. بنتعامل مع كل اداراتنا بكل احترام، لن نتجاوز خطوطنا ولكن لن نسكت ولن نتهاون حينما يتعرض للهجوم غير مبرر من قبل إدارتنا. ذكرنا لهم أننا محمد عبد الحميد من المرة عندك مشكلة إنترنت ما زالت. الآن أنت عندك مشكلة في الميكروفون بتاعك ما فاتح. ألو؟ تمام واصل. أوكي.
نتيجة التهديد ده نحن واجهناه بانتقاد شديد وباحتجاج لوجود السيد المدير العام، وقدم اعتذار انه ما يقصد الكلام ده. فنحن قلنا كيف ما يقصد؟ اذا كان تهديد واضح وصريح، فبدل ادانه انه يبقى الرد انه ما يقصد، فكان سلوك غير مقبول. بناء طيب شكله محمد عبد الحميد مشكلة الشبكة عندك ما تحلت ولا هتتحل كسبا للزمن، ان احنا مش للمحاور الاخير. سالم محمد سالم وهو مساعد باحث بمعمل الهندسة الزراعية، والان هو طالب ماجستير جامعة اي بي بي في اندونيسيا، يكلمنا عن لوائح التدريب في الهيئة. محمد عبد الحميد عشان مشكلة الانترنت وما نخسر الزمن، خلي سالم يتكلم لنا عن لوائح التدريب وانت نرجع لك في فترة الأسئلة والمداخلات. تفضل يا سالم. تمام. للمرة الثانية شاكر جدا لمؤسسة الباحثين السودانيين ان اتاحت لنا الثانية حقيقة عشان نقوم نشارك القضية دي مع القطاع مع الشارع العام. نفترض نشارك كلامنا للميديا ولبقية الناس لأنه نحن موظفين قطاع عام public servant، والقطاع الشغالين فيه عبارة عن public sector، يعني بشغله الأساسي بقوم بخدمة المواطن. أسعى ولعل يا أخي إشكالياتنا ده يعمل highlight أو يوري الناس ذاته يديم insight ليه هو الإخاء والأداء حق القطاع العام ده هو تعبان، يعني ممكن يكون ده إشكال ممكن يشاركهم. في السياق ده معروف واحدة من القطاعات المهمة جدا في الدولة اللي عندها ارتباط مباشرة بأداء تحسن البلد جهاز الدولة البيروقراطي ذاته، القطاع الاقتصادي. ونحن كبلد اقتصادنا أو القطاع الاقتصادي ده قائم على القطاع الزراعي ذاته، يعني based on the agriculture. ونحن كمؤسسة بحوث زراعية المانديت حقنا to provide the technical know-how عشان ندعم القطاع الزراعي الاقتصادي دي. لكن للأسف الشديد المؤسسة اللي زمن طويل جدا ظلت محمشة، ولا داري في اللحظة محمشة يعني، والكلام ده اتضح جليا يعني قدر شنو محمشة وما لها دور واضح في المؤتمر الاقتصادي الأخير. فأنا الحقيقة ما عندي محور أساسي بتكلم عنه، بس عبارة عن تكمل لكلام الزملاء قدامي أنا محمد زين وحنا وضعب وحميده. فالحقيقة أنا دار ما إننا لوائح وقوانين واضحة داخل الهيئة، لكن أنا دار أتكلم عن لوائح وقوانين الهيئة الأدبتد اللي هو يعني جزء من المجلس القومي للتدريب. فالشروط بتاع الهيئة اللي هي حاجة واحدة بس متألق بأنه ياخد فترة بتاعت الابتحاث بالنسبة لطالب الماجستير. الزول دار يمشي فرصة بتاعت ماجستير من المفترض يتم سنتين، وبعد سنتين بعد ذاك يمش، وبعد دكتوراه تقريبا بعد ما يجيب الماجستير حقك بيتم 3 سنوات بتقضي فترات الامتياز داخل الهيئة، وبعد ذاك ممكن تلقى فرصة ثانية. فده ما اللوائح اللي أنا بصدد إني دار أتكلم عنها، بقدر ما أنا دار أتكلم عن اللوائح اللي قاعدة داخل المجلس القومي للتدريب اللي بتنظم عمليات التدريب ذاته. وباللوائح ده أنا دار أقول ليه أنه يا أخي حقوقنا اللي نتكلم عنه دي هي مشروعة لجيتمت يعني، وليه أنها هي قانونية مدعومة بالليجال فريم ورك يعني. فالإطار القانوني بالنسبة لإشكالية لمسألة الابتعاث والتدريب دي بسمت أنا على 2 يعني، واحدة منهم اللي هو فورمال يعني مكتوبة وقعدات قوانين يعني معروفات الناس التدريب القومي والناس إدارة التدريب بالحقيقة ذاته، واحدة تانية إنفورمال اللي إحنا ده استنتجناه وقدرنا نفهمه بعد ما قدرنا نجمع خطابات التصديق وخطابات المراسلات بين الحقيقة والتدريب القومي. قدرنا نفهم أنه يأخذ في سياق من سياق التفاهم أو أرف يعني بيقدروا بيفهموه هم في طريقة التعامل، ودي التعامل الكبرى ذاته.
ابدا بال 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 بالفور بالفورمال ليجل فريم ورك. هي في قانون واحد هسه حاليا هي بالك وشغال اليوم الليله، وهي اللي بتنظم عمليات الابتعاث وبتحدد الباوندريز يعني بتاعت الحقوق بالنسبه للمبتعثين، اللي هي قانون لائحه التدريب القومي 2016 اللي هو الغى قانون 2004، واللي هو اصلا بتاع 2004 قايم بتاع 1976 اللي هو زمن ده كان مؤسسه التعليم العالي والجيش وكله كان جزء من القانون ده. ف القانون ده القانون بتاع 2016 ده امتداد بتاع 2004، مع انه 2004 و 2004 ادت استثناء لمؤسستين اللي هو القوات المسلحه قوات الشرطه والقوات النظاميه الاخرى، بس العاملون بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حياه البحث الزراعي المندد الاساسي هي تنبك تسير ثاني، يعني هي مؤسسه بحث علمي. رغم الكلام ده هي ما مستثنى من القانون ده. اول احرى كده القانون قدام الفرصه بتاعت انه مفترض يستثنوهم، لكن في تخاؤص من اداره التدريب داخل الهيئه انهم هم ما سائين لاتجاه ادفوكيت البوينت ده نهائي، ده في تقديري له. فرغم ان هي استثنوهم هم ما شغالين به، فده اشكال بنيوي داخل القانون في حد ذاته. بلس القانون لما نجي الى قانون 2016 هسه حاليا شغال ده، رغم ان القوانين هي بتصن عشان بتحفظ الحقوق وتعمل حقوق الناس وبتحدد الباوندريز يعني حق الناس بنجيف وين زي ما بيقولوا القانون البروبرتي رايتس، لكن القانون بتاع 2016 ده زيه زي بوليسي. البوليسي دائما بيقولوا تو ديكتيت البيهيفير يعني يحدد سلوك الفرد انه كيف يتعامل في المجتمع، لكن القانون ده برضه going to dictate الرايتس حق المبتعثين دائما يعني. فده الجانب الاستراكشر المشكله البنيويه في القانون. في جانب ثاني متعلق بتطبيقه، طيب ما مشكله رضينا نحن كحياه بحوث زراعيه ما مؤسسه بحث علمي، ويتم تعاملنا من قبل المجلس القومي للتدريب زينا وزي باقي المؤسسات وزي باقي الوزارات يعني، وغير وزاره الزراعه وزاره الماليه السلك الدبلوماسي ولا الحبل الدبلوماسي ما اعرف وريفر يتم تعاملنا بالكلام ده. طيب ضمن القانون ذاته موجود نصوص بيدعم انه يخ حالات ماديه، يمكن معظم الناس او معظم موظفين القطاع العام يعني انهم ارتباط بشكل مباشر ومساله التدريب والابتعاث زي مؤسسات البحث العلمي زائد مؤسسه التعليم العالي. بالنسبه للعزل الدولي بقيت مؤخرا من 89 لتاريخ اللحظه للدوله، بقيت فرص بتاعت التبادل الثنائي والفرص اللي كان بيلقوا موظفين القطاع العام في التدريب سواء كان ل لونج تيرم تريننج شيب اللي هي الدرجتين بي اتش دي والماجستير، او سواء كانت شورت تيرم بقيت ما فيش. بقيت المؤسسه اللي بتعتمد بشكل اساسي على انه يا اخي الفرص دي يتم بحثها بشكل فردي، ثم بعد ذلك بيتم تعميمه وبعدك بتعمم حقوق الافراد عبر القانون ده. لكن في قانون 2016 ده قام نصه في الفصل الرابع المنح والتخصصات النقطه 1 والنقطه 14. النقطه 1 ده بيتكلم عن انه ألف المنحة التي تتحصل عليها في إطار الاتفاقيات الثنائية من الدول الصديقة والمنظمات المانحة للحصول على التصديق وإجازتها قبل اتخاذ أي إجراء فيها. وبعد تتكلم عن الاتفاقيات الثنائية اتفاقيات الثنائية بتاعت المؤسسات مع نظرائها بالخارج التي تتضمن برامج تدريبية. والنقطة 14 بتتكلم عن أنه تتم الموافقة على المنحة التي يتم التحصل عليها الأفراد بصفة شخصية في إطار احتياجات وحياتهم بدون أي أعباء مالية. إحنا إشكالنا الأساسي وين كان مبتعثين بحوث زراعية بالخارج فيما يتعلق بمسألة العلاوة. النقطة 14 التدريب القومي قاعد تفسر أو تفصل القانون ده بتفسر النقطة دي على حواه بالطريقة اللي هي بتفهمها. أنه يا أخي النقطة دي مقصود به كل فرد
يتحصل على منحه دون ما يجي عبر التدريب القومي او دون ما يجي عبر مؤسسته، يعتبر منحه فرديه، فبالتالي نحن ما بنصدق له بالعلاوه العلاوه الموحده، بس بنسمح له بمرتبه بالدخل زائد ترقياته. No, we beg different. However, النقطة دي قاعد يتم تفسيره تاريخيا كويس وفق الريكورد اننا انه يا اخي الصفة الشخصية دي مقصودة به. الليلة لما في واحد من موظفين حياة البحوث الزراعية، لما ناخذ مثلا دكتور حمزين ليا، هو باحث في مركز بحوث الاعراض والنمياء، قام راعى انه يا اخي دار يدرس او لقى له فرصه بتاعت ماجستير بتاعت ام بي اي ودار يدرسه، ومدير المركز راى انه يا اخي المنحه دي او الفرصه دي ما بتاثر على اداء المؤسسه، بل بالعكس بتساعد في تحسين اداء المركز مستقبلا، لانه محمد زين عنده بوتنشال لانه ممكن يكون اداري، بالتالي بتساعد يعني في الاخاء بتاع المؤسسه، بالتالي ما لا مانع لدينا، بالتالي يا مجلس يا قومي يا تدريب، احنا محمد زين ما عندنا مشكله، ممكن نسيت يمشي اخذ ماجستير ام بي اي ده، ولو رغم انه ما عندي المؤسسه حقنا حاجات مختصه به سويل ووتر. في الحاله دي محمد زين يتم السماح له يمشي ياخذ ماجستير ده، لكن دون اباء ماليه اللي هو العلاوه الموحده حقه دي، ده المقصود به. لكن للاسف الشديد بيتم تفسير حس حاليا، يعني الريكورد حقنا اننا من 2011 لتاريخ اللحظه اولموست 9 سنوات، لقينا انه ما في زول يتحصل على منحه عبر اداره التدريب بالهيئه ذاتها او عبر المجلس القومي للتدريب، بمعنى انه خلال 9 سنوات دي الادارتين دول كانوا ما عندهم اي دور بيقوموا به، بل بالعكس كانوا بيعتمدوا وحديثهم عن انه هم انجزوا، وفي 9 سنوات بيعتمدوا بشكل اساسي، لانه الافراد هم اللي بيشيلوا ريكومنديشن من مدراءهم بشكل مباشر، وبيشيلوا النومينيشن من رؤساء مؤسساتهم وبيقدموا، بعد ذاك بيلقوا الاكسبتس وبيجوا، جزء منهم بيتم موافقه لهم بوافقوا لهم بلس العلاوه حقهم، طبعا ده حقهم هم، والكلام ده بيتم باجراءات بلولو طويل كده، فيه نيبوتيزم وفيه محاباه وفيه حاجات كتير كده، وفي جزء منهم بيحرموهم، يعني زي الشباب اللي هسه حاليا قاعدين في المنصه دي، والسواد الاعظم من منسوبي حياه البحوث الزراعيه وباقي المؤسسات يعني. So, النقطتين المتعلقات بالتطبيق والاستراكشر الاثنين هم في صالح المبتعثين الحاصلين لنا، زي ما وضح محمد عبد الحميد في التباينات بتاعت التصديق دي، يعني رغم انه في قانون واحد بتحكم الحاجات دي، في تباين كبير بين المبتعثين فيما يتعلق بمساله العلاوه الموحده. انا كده كملت الفورمال، انا داير اي اتكلم عن الانفورمال. الحقيقة أنا ما بقدر بتكلم بشكل خاطئ أو ما بقدر بجزم، يعني بأنه بقول أنه يا أخي في حاجة زي كده معمول به، لكن أنا كنت أعني بأن يا أخي أعمل فورم جوه الفورم تقول لك الداتا حق من المبتعثين عشان نعرف إشكالياتنا وين بالضبط، يعني بعد ما وين أنه يا أخي وقضية بقى قضية عامة، وفي في في معظم الناس قاعد تعاني من الموضوع ده، قررنا أن نجمع داتا بتاعت المبتعثين دي من 2011 لتاريخ اليوم. قدرت اتوصل للآتي، انه يا اخي في سيخ محدده ما بين اداره التدريب بهيئه البحوث الزراعيه وما بين مجلس القومي للتدريب، السيخه دي بتاعت الخطاب دي لما يتكتب وصل هناك بيكون عندنا مفهوم محدد ان اداره التدريب الخارجي بالمجلس القومي للتدريب، بمعنى لا لما يتكتب مثلا في 3 سيخ مثلا في نهايه الخطاب الفورمات بتاع واحد، لكن تلقى في نهايته بيكون في سياق مختلف، مثلا بقول لك حصل سالم او تحصل الشخص مثلا بعد ما يكتب الاسم فوق، حصل هذا الشخص بإطار علاقات التعاون بين مؤسسه البحوث الزراعيه وكده كده كده على منحه كده كده كده. في سياق ثاني بيقول لك تحصلت الهيئه، يعني ما تحصل الفرد، رغم انه الكيس واحد انت بتشيل الريكومنديشن زي وزي قاعد تحصل في مبتعثين التعليم العالي العادي بيقدموا بطريقتهم الخاصه، لكن اداره التدريب انه هم بيتبنوا بتتبنى الفرصه دي وبتمولها لهم تمويل كامل، حتى وان كان ما فيها رسوم دراسه وكانت بارشل سكولرشيب، لكن في البحوث الزراعيه ما قاعد يحصل الكلام ده، كل المنح دي كانت عباره عن فول سكولرشيب، لكن الناس بتبحث لانه يا اخي يصدقوا لهم بحقهم فيما يتعلق بالعلاوه الموحده. سو زي ما قلت لك في 3 سياق
حصل فلان في إطار كده، وتحصلنا نحن كحياة جوز كده، وتحصلت الحياة في إطار التعاون الصناعي. الثلاثة سياق ده بتحدد كمية الألاوة اللي بيصدقوا لك، بحدد بيصدقوا لك ألاوة ولا ما بيصدقوا لك ألاوة، بحدد لك كمية نسبة الألاوة المفترض يتم تصديقه لك. والكلام ده ما فيه حاجة ثابت، رغم أنه يا أخي في قانون، هي القانون ده معني يعني بشكل مباشر أنه تحدد مثلا دول بيستحق ولا ما بيستحق، لكن ما شغالين بيه. يعني مثلا لما تيجي زي ما ذكر أحمد عبد الحميد، أنه يا أخي بيقول أنه في زول مبتعث ماجستير مخصص له مثلا $750، لكن ما بيدوك له $750 كليا، بل بيخصموه من نسبة العلاوة. مثلا أنا حاليا مبحوث في إندونيسيا، المنحة بتوفر لي حوالي $250 رومانس، $250 ده نفترض يخصموه من $750، والباقي نفترض يصدقوا لك بيه. لا ما قاعد يحصل كده، هو إما رفض كلي، إما يهود لولا وجرجرة، سواء كنت مزوج يجوك على تمش نصف على وتلا عزب، واحدين فيه ربع على وتلا عزب. انا ما قادر افهمها، هل في زول هو ربع عزب ولا هو في زول نصف عزب؟ انا ما قدرت افهمها، يعني مقصود شنو هنا يعني. فالانفورمال بيسموه شنو، العرف او التراديشنال بتعمل به اداره التدريب، ما المجلس القومي للتدريب ده امبيجوس جدا، غامض جدا وما واضح. واحد من تفسيرات انا شخصيا اتحصل يعني قدرت احصل له بصفه شخصيه، انه يا اخي المجلس القومي للتدريب بتحدد كوته محدده من عدد الفرص او بودجت لحياه البحوث الزراعيه خلال السنه. ان كيس افانو تم استنفاذه، ما بيتم منح زول، ما بيتم منح مثلا علاوه او بيسموه شنو نصريه التدريب بالنسبه لاي زول جاي من حياه البحوث الزراعيه بعد ما تتخطى العدد. بمعنى انه يا اخي الليله اذا قالوا في السنه دي وزن البادجت حقنا حددنا لحياه البحوث الزراعيه عباره عن 30 فرصه، عباره عن 10 داخلي و20 خارجي متعلق بماجستير زي الدكتوراه، لما يتخطى العدد دي، لما يجي زول ثاني داري يسافر له شورت تيرم كورس مثلا لثلاث يوم ولا اربع يوم ولا اسبوع، النصريه بتاعه ما حي. والكلام ده بيحدد مجموعه من حاجات معقده جدا، منها طبقيه، محسوبيه، حزبيه، حاجات كتير جدا. طبقيه هي دي مقسمه لطبقيات، من اسوسيت بروفيسور وما فوق، شايفين انفسهم يعني خلاص يعني هم اقدر اقول عليهم ناس عبروا، ما محتاجين نحكوا ما تحت الاسوسيت بروفيسور دي، ما تحت الاسوسيت بروفيسور دي قاعد يعانوا معنا كثير جدا، فانهم يا اخي بيلقوا فرص تدريب وين لقوا ذاته، بيلقوا حقوقهم محضومه من رفض لعدم تصديق لعلاوه. فبالتالي انا برجح بانه النقطه دي، لانه يا اخي اذا تم منح تصديق علاوه لسالم دي ومحمد بن حميد دي ومصعب دي واخذوا كلهم، بعدين لما يجي بروفيسور ماشي له مؤتمر بتاع الثلاثة يوم والأربعة يوم التدريب الخام بتقول له إدارة التدريب بالحياة نو أنت استنفذتي فرصك ما إننا ثرية، فبالتالي بيحاول بيحددوه قدر الإمكان الفرص هي اثنين ثلاثة من المبتعثين الماجستير والدكتوراه يمنحوهم يدوم العلاوات بتاعهم أو يدوم نسب محددة من العلاوات دي، والباقي يخصصوه يعني بالطريقة اللي هم بيفهموا. وده الحاجة اللي أنا توصلت عليه، أنا ما متأكد من معلومتي، لكن قدرت أتوصل عليه يعني من خلال الدعث الانجليزي. وانا ده كل الاشكال المتعلق بالقانون. دار اقول حاجه اخيره، انه يا اخي العلاوه او مستحقات التدريب دي حق، حقوق ما بتسقط بالتقادم، وفي ليجل يعني في بيسموه شنو سند قانوني لينا نحن، ممكن عادي جدا اداره التدريب اننا تتحرك، يا اخي عادي جدا تقاضي المجلس القومي للتدريب، لكن كلامنا ما قاعد يحصل، لانه يا اخي في مستوى من مستويات التفاهم بيناتهم، وفي حاجاتهم اللي هم بيفهموا مع بعض ما قدروا يعملوا الكلام ده. ورسالتنا دار نوجهها بشكل مباشر لاداره التدريب بالبحوث الزراعيه وللمجلس القومي للتدريب، بانه يا اخي قوموا بواجبكم
بشكل كامل وما تتخاصوا لأنكم تعمنوا حقوق المبتعثين دي، لأنه ببساطة الشباب دي بصراحة وصلوا مرحلة بتاعت بسموه شنو الإحباط. لا الواحد بينقص سنينه كله 3 سنة 4 سنة 5 سنة أوتسايد على عمله، لأنه يا أخي يلقى كمية بتاعت معرفة بعدك يراجع أنه يا أخي يقدم لمؤسسته حاجة أو يقدم للبلد حاجة عبر مؤسسته، لكن بيتفاجئ بأنه يا أخي كمية بتاعت الإحباطات دي. أقرب فرصة بيلقاها في منظمة وطنية ولا برا ولا قطاع خاص بيكبر بخليه طوالي. بالطريقة ده بالسياسة دي القطاع العام قاعد يفخروا من كوادره، يعني الدولة قاعد تتيح فرص بتاعت أنه الناس تلقى فرص بتاعت تدريب بتحل بعد ذلك عشان يحسن من أداء الجهاز البيروقراطي للدولة، لكن للأسف الشديد المؤسسات في حد ذاته إنه بإشكال في أنه كيف ينظموا العملية دي ويديروها. So I hope أنه رسالتي تصل لكل الجهات المعنية عشان قضيتنا ترى النور. يعني شاكر جدا لتحت الفرصة جدا. شكرا جزيلا شباب هيئة البحوث الزراعية المبتعثين بالداخل والخارج، تقريبا كلام ممتاز جدا، وصلت رسالتكم بأبلغ وجه. إن شاء الله محمد عبد الحميد في شباب طالب إنه أديك فرصة تكمل كلامك إذا مشكلة الإنترنت بتاعتك انتهت، وممكن تستأنف تواصل باقي حديثك. أنا حاسس إنه سالم برضو يتكلم عن جزء كبير من المحور بتاعك، إذا ما عندك مشكلة الإنترنت ممكن تواصل. محمد عبد الحميد، محمد عبد الحميد غادر عاجل لانه مش الانترنت. طيب شكرا لكم للمره الثانيه. قبل ما كنت عارف. طيب احمد يونس معانا هنا في الجلسه، تفضل احمد يونس، عرف نفسك بطريقه سريعه وكلمه مداخلتك او سؤالك. السلام عليكم، احمد يونس ابراهيم يونس، مبتعث لنيل درية الدكتوراه في الاداره البيئيه جامعه. ممكن ترفع صوتك شويه احمد يونس، صوتك بعيد جدا. احمد يونس ابراهيم، مبتعث لنيل درية الدكتوراه جامعه ابيدان نيجيريا، هيئه البحوث الزراعيه، مركز بحوث الغابات والسمخ العربي. في البداية بشكر مؤسسة الباحثين السودانيين اللي هي أصبحت منصة من خلال كل الباحثين في مختلف المجالات بيعبروا عن قضاياهم وأفكارهم وبرامجهم. وأيضا الشكر للأستاذ وافي لإدارته الجيدة للحوار والمنتدى، والشكر للزملاء لتقديمهم قضية مبتعثي هيئة البحوث الزراعية بالداخل والخارج بشكل مفصل. فالشباب ما خلوا شيء، فأنا بس بعجالة لأنه الزمن دار أتكلم عن نقطتين. أول حاجة التدريب حق وليس منحة، دي رسالة أنا بوجهها للتدريب القومي وهيئة البحوث الزراعية. التدريب حق ما منحة من أحد، كل القوانين المحلية والقوانين الدولية بتكفل التدريب للموظف. التدريب القومي بيتعامل مع قضية الابتعاث بشكل انتقائي، اللي عاوزين يدوه علاوة بناء على ولاء حزبي، بناء على علاقات شخصية قرابة بيدوه علاوة فل، والما عاوزين بيدوه بيتم الجرجرة بتاعته. نحن افتكرنا انه لما جات قام الثورة ديسمبر المجيدة والشباب بذلوا فيها دماء طاهرة جدا، افتكرنا ان الوضع ده حيتغير، هتجي إدارة بتضع رؤية استراتيجية للتدريب، لأن السودان ده مشكلاته الاقتصادية دي كلها والاجتماعية دي كلها ما بتتحل إلا بتدريب. عشان ننهض بالقطاع الزراعي ده، وهو القطاع الوحيد اللي بيساهم في حل المشكلة الاقتصادية في السودان، بيحتاج لتدريب. نبقى واضحين، التدريب ده بيبتدي من الأجيال الهسي موجودة دي. اندهشت جدا إنه التدريب القومي بيعمل له علاوة لناس أعمارهم أبف 60 سنة، يعني حيقدم شنو؟ يعني زول عمره أبف 60 سنة حيقدم شنو في التطوير؟ ده التدريب عندهم كده بيعني
النقطة الثانية، هيئة البحوث الزراعية بتجيب ناس أصلاً هم ذاتهم أنا بفتكر فاقدين للشيء، ففاقد الشيء لا يعطيه. أنت لا يمكن أنا أجيب لي زول هو ذاته أصلاً بينقصوا تدريب السلوك، إنه تتعامل مع الناس ذات السلوك بيحتاج لتدريب، هو فاقده إنه كيف إنه يدير لي مؤسسة بتاع التدريب. النقطة الأساسية، التدريب القومي ما قاعد يهتم بكل المبتعثين بما فيهم نحن في هيئة البحوث الزراعية، ما قاعد يهتم بالعلاوة بتاعتهم، ما قاعد يهتم بالسكن، ما قاعد يشوف ظروفهم هنا. نحن ما حصل السفارة السودانية هنا ذاته سألت من المبتعثين هنا ولا قالت إنه في مبتعثين ولا في تواصل. النقطة الأساسية في التدريب، التدريب ذاته مفروض ما يبقى تدريب أنا أحمد يونس أجيب لي منحة وخلاص أمش، مفروض أنا أعمل الريسيرش وفقا لحوجية البلد بتاعتي، حوجية السودان، وده مفروض مسؤولية التدريب القومي والتدريب في البحوث الزراعية مفروض يهتموا. العلاوة دي ضرورية جدا، أنت لازم تعمل سبورت للمبتعث بتاعك عشان يقدر إنه يستقر ماديا، يستقر أكاديميا، ويقدر يحصل ويقدر إنه يساهم في حل حالة المشاكل الموجودة في البلد. فأنا عشان ما دار أطيل ودار أتيح الفرصة لناس كتير إنه يشاركوا، بتكلم إنه التدريب حق والتدريب ما منحة، ونحن بنصل لحقوقنا دي وحتى بالقانون. وشكرا. شكرا لك أحمد يونس، وبالتوفيق إن شاء الله في مسيرتك التعليمية. تفضل الحبيب الزميل الدفع عاطف، عاطف أحمد هو زميل منحة زي ما قاله دفع 2016 معنا هناء. تفضل يا عاطف، الميكروفون مفتوح. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أنا عاطف أحمد الإمام، باحث بهيئة البحوث الزراعية، باحث إنتاج حيواني بمحطة بحوث القضارف، وطالب دكتوراه بجامعة إيجا إزمير. بتركيا. شكرا جزيلا لمنصه الباحثين السودانيين، وانا يعني بفتخر انه انا من الاشراف، وشكرا استاذ وفي لاداره الحوار، وشكرا للزملاء في الخط الامامي لانه ما ضاع حق وراه مطالب، وزي ما بقول الحكمه الدارفوريه، حقك تحرسه ولا بيجيك، حقك تقلعه. فمن الجميل جدا انه الليله اليوم صادف يعني السلام في جوبا، ومن الاستغلال عدينا حياتنا كلها في حروبات ومشاكل مع بعض، والخاسر الاول والاخير كان عباره عن الوطن والمواطن. اتمنى انه يكون دي بدايه لصحيحه لبناء، والبناء ده ما بيتم الا بالمعرفه والعلم. حتى الدول المشابهة طلعت يعني من حروب، طلعت من أزمات اقتصادية، كان الطريقة الوحيد الخلايا إنها تتطور وتبقى في مصاف الدول كان العلم والمعرفة يعني، والبحث ودعم البحوث يعني. اليابان مثلا، ماليزيا، في أفريقيا عندنا رواندا، حتى يعني تركيا اتطورت لأنها دعمت البحث والبحوث، وبقت من لا شيء يعني بالذات في الزراعة من الأوائل على مستوى العالم، وفي الثروة الحيوانية بالأخص، من ما عندهم اكتفاء ل 80 مليون شخص أو مواطن، الآن تركيا في إنتاج اللبن يعني التاسع على مستوى العالم يعني، لأنها بتدعم بالبحوث على مستوى القومي وعلى مستوى الجامعات. يعني على المستوى القومي بتدعم يعني لحد 200,000 ليرة يعني توبيتاك، وفي الجامعة مثلا إيجا بتدعم لحد 40,000 ليرة يعني، هذا رقم كبير جدا، ده بتعني على اهتمام الدولة بالبحوث والباحثين. وكيف تكون في تنمية وكيف يكون في تطور وانت ما بتدعم البحوث؟ يعني الليلة هسه الأساس الجامعات حاليا بيعانوا زينا، ونحن كلنا في صف واحد تمام، وهم ونحن الممكن يعني تقوم التنمية ده على حسابنا، مع انهم بيختلفوا عننا شوية في انهم هم بيتم تصديق لهم لكن اتأخرت يعني قروشهم تمام، لكن احنا ما قاعد يتم لنا التصديق اصلا يعني. فطالما انك انت كزول مبتعث
عندنا يعني علينا واجبات يعني الابتعاث ما حاجه سهله والله، فيها ضغط نفسي عالي جدا، لانه بيتعاملوا معاك الليل انا طالب دكتوره بيفتكروا انه انا جاي مرتب اموري كلها تمام، يعني افترض انه انا اتعامل معامله دكتور باعلى مستوى وبواجه يعني لا المنحه التركيه مثلا انت بتنافس لك في 170 دوله، فاذا كان انت تفكيرك في انك انت تاكل كيف وتشرب كيف وتصرف اولادك كيف، يعني بالذات الناس المزوجين يعني الواحد متزوج ويتعامل معاه ربع العازب، يعني انت متزوج ويتعامل معاك على ربع العازب يعني، فانت تفكر في قفه الملاح وتخش المكتبه ولا عشان تبحث وتواكب الناس وتعرف المعرفه وتتنقلها وتساعد بها عبر مؤسستك في تنميه البلد. يعني صراحه دي يعني دي مش دي ضيع ثروه قوميه، يعني انت الليله لما تضيع كادر بشري فدي جريمه وطنيه والله قوميه عديله، يعني دي مفترض الناس اللي بيعملوا الحاجه دي يتعرضوا لمساءله قانونيه. يعني الحاجه الثانيه يعني زمان كان انه بيتم التفرقه دي بناء على حاجه حزبيه، يعني انت ما مؤتمر وطني ما عندك اي حاجه، يعني يا ترضى بالحاجه دي يا تبقى مارق. يعني انا الدار اقوله يعني في انه يا اخي نحن المنحه الاول العلاوه المطلوبه دي ده حق، يعني حق مستحق، يعني عشان الواحد ما يصل مرحله زي ما ذكر اخونا سالم بانه يصل مرحله بتاعه استياء وزهج وقرف يضيع منحته ويضيع تركيزه في القرايه ومش يفكر في انه يا اخي المؤسسه دي هي ما عنده لا احترام، بيبقى بعد ده الاحترام بيبقى انه هو ما عنده احترام لبلده، ويبقى اقرب فرصه في انه هو يعني يلقاها يعني عشان يقدر يغطي بها احتياجاته الاساسيه. يعني فتقييم التدريب عن البحوث الزراعيه ده بعنى تقييم البحوث عن الزراعه وبعنى تقييم تطور الزراعه، وده بعنى انه الليله البلد هي زراعيه والزراعه فيها يعني 90% من الناس هنا بتمارس الزراعه والرعي، يعني فلما يكون دور البحوث صفر وده بكون بانك انت الليله الشباب صفر يعني في التدريب، يعني فحقيقه دي جريمه، والتدريب زي ما قال احمد يونس حق وليس منحه. فالان احنا لجانا للويبينار والمنصه الباحثين السودانيين لان هي المنصه الحقيقه يعني بتعني بالبحوث والباحثين، وقاعد تقدم دعمك فني كبير جدا عبرها، نوصل رسالتنا للناس بانه يا اخي احنا عبر الاليات عبر مكاتبنا وعبر اداراتنا وصلنا معاهم لحته ما في حلول، فبقى عند قضيتنا دي قضيه عامه وتبقى قضيه عامه بانه ما في حق بيضيع وراه مطالب، وده بدايه المطالبه يعني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا زميل عاطف احمد امام، ان شاء الله بالتوفيق في مسيرتك الدراسيه وان شاء الله المشاكل تتحل. طيب في الجلسه معانا قبل ما نمشي لاحمد التجاني ومحمد صالح، في الشباب المتابعين معانا في مجموعه الفيسبوك، في سؤال من مسعود، سؤال موجه لكل المنصه تقريبا، قال ما هي انجازات هيئه البحوث الزراعيه على ارض الواقع؟ قال انا من الدمازين بصراحه ما شفت اثرها، بنزرع ساي بجهد ذاتي. شباب المستعيد تجاوب على الاتهام الخطير. طيب انا ممكن اجاوب على السؤال. احمد زين. طيب زي ما ذكرت انا في الـ في الـ في الـ في الجزء المتعلق بهيئه البحوث الزراعيه حكيت انه انا انجازات البحوث الزراعيه من الستينات ومن السبعينات، وممكن تلقاها بشكل واضح حقيقه في هي ممكن دي برضه تكون نوعا ما من نقاط الضعف، لكن بتلقاها بشكل واضح مركزه في المشاريع المرويه. حقيقة صلة الباحثين بالمشاريع المروية أقوى من القطاع المطري، لكن مع هذا حاليا هيئة البحوث الزراعية عندها محطة بحثية موجودة في الدمازين بكامل الإسقاف من الباحثين. احتمال يكون في إشكال، الإشكال ده هو كيفية نقل التغاني للمزارع في مناطق الإنتاج يعني، لكن زي ما ذكرت كل ولايات السودان مغطية بمراكز بحثية. حتى هو إذا أنت حكيت عن إذا تكلمت عن الدمازين هو معناها حيحكي لنا عن قطاع مطري تأكيدا، بيتكلم عن زرة، بيتكلم عن زهر الشمس وغيره من المحاصيل المطرية. دور البحوث الزراعيه في خصوصا موضوع الزرع ده واضح جدا جدا، وعنده
عنده الصنفين طابت والدحمد ده معروف جدا اللي هو دي اقل انجاز او ابسط انجاز اللي هو الصنفين دي المستنبطات من هيئه البحوث الزراعيه. حقيقه من محلنا ده ممكن احنا نوجه انه اخواننا الباحثين في محطه بحوث الدمازين انه نوعا ما ينقلوا نشاطهم للمزارعين في مناطق الانتاج، لكن تاكيدا اخواننا الباحثين في محطه بحوث الدمازين جاهزين بكل امكانياتهم على سن هم ينقلوا المعرفه وينقلوا التقنيات للمزارعين. شكرا جزيلا الباحث محمد الزين. شباب اذا في زول عنده اضافه ممكن يتفضل. انا ممكن اضيف حاجه بسيطه شديد على السؤال ده. الحقيقه خلينا نعترف بحاجه واحده، انه في خطور داخل مؤسسه البحوث الزراعيه ده، لانه كيف انه المنتج او التكنيكال باكج ده لما يتم انتاجه الميكانيزم اللي بيصل للمزارع ما واضح خلاص، انه يعني الزول دايما لازم يعمل بروموشن لنفسه يا اخي، المؤسسه برضه لازم يعمل بروموشن للانشطه بتاعه وانجازاته وحاجات زي كده. لفتره طويل شديد بتخليه الجانب ده كانت ما مهتمين به، وحسي حاليا ان احنا في عصر طبعا الانسان ما محتاج انه يوصل المكتب او يمشي يفتح له راديو ولا يزاوي التلفزيون بعدك يسمع حاجه. في اكثر من مينز انه يا اخي انت توفر النولج اللي انت برودوس عشان يكون اكسسبل للببليك. يعني الويب سايت ممكن يتم توفيره عبر الويب سايت، لكن للاسف الشديد مش مؤسسه البحوث الزراعيه براء. معظم المؤسسات في السودان مساله انهم يكون لهم ويب سايت والديتا او الريليتد نولج اللي هم بيدوها، المانديت بتاعهم يكون قاعد جزء من الويب سايت، ما في الكلام ده يعني. وفي اشكال كبير شديد. سو يعني مثلا داير ادي نموذج بسيط انه يا اخي مثلا في برنامج بيسموه برنامج بحوث الهندسه الزراعيه داخل البحوث الزراعيه، في كل المحطات الموزعه في السودان تقريبا موجود فيه، مثلا معنيين بانه يا اخي مثلا كيف يتم استخدام الماشينريز يعني الاليات او الات الزراعيه دي في القطاعات المختلفه، وكيف يتم مثلا توليفه ومعايرتها والحاجات الكتير، بلس انظمه الري، بلس الاجرو اندستريال الحاجات دي. فالنولج ده ممكن عادي جدا يتم رفعه في الويب سايت او يتم تخزينه في داتا بيس يكون عبر الابلكيشن المزارع مفترض يتم استخدامه، لكن للاسف الشديد الحاجات دي كله ما حصلت. اي هوب انه يا اخي اذا احنا ما فقدنا الامل وكنا جزء من مؤسسه البحوث الزراعيه ممكن يعني نضيف يعني او نعمل الحاجه اللي حس حاليا احنا نفتكر انه يا اخي مفترض يبقى. ده الاضافه اللي ممكن اضيفه. شكرا جزيلا. في قصة طويلة جدا كاتبها محمد عمر تقريبا في مجموعة الفيسبوك، أنا أحاول ألخصها لحد الزمن ده. ممكن ندي فرصة لأحمد التجاني، تفضل، بعده دكتور الوسيلة. تفضل أحمد التجاني، ممكن أنه تسأل. السلام عليكم، أنا اسمي عبد الرحيم التجاني. يمكن أنا ما عبد الرحيم التجاني، تفضل. أنا ما السلام عليكم جميعا. أنا ما بنتمي لمؤسسة أو لهيئة البحوث الزراعية، أنا في التعليم العالي تقريباً في الزمن ده بنتشارك نفس الستوري أو نفس التراجيديا دي. فأنا بس لفت انتباهي حاجة واحدة، أو سوري ما حاجة واحدة، مجموعة من الحاجات. الحاجة الأولى إنه أبدلهم بس من آخر لو سمحتوا لي، ممكن أضيف رد على الأخ ذكر إنجاز هيئة البحوث الزراعية ده. وطبعا السؤال ده كده بطريقته دي فيه ظروف لهيئه البحوث الزراعيه، اعتقد كده انا من نشاط نظري، لانه الموضوع هو لازم يتخطى في سياق فتره زمنيه معينه عاش السودان في اهمال لكل مؤسساته. ما بتقدر تجي والله تقول يا اخي مثلا هيئه السكه حديد مثلا ما انجزت في البلد حاليا، او هيئه البحوث الزراعيه ما انجزت حاجه. لا، السؤال بصيغته دي وطرحه بالصوره دي فيه اجحاف وفيه ظلم كبير لهيئه البحوث الزراعيه وللناس الشغالين فيها، لانه السياق والإطار العام والفترة الزمنية اللي كانت شغالة فيها البحوث الزراعية يعني ما مكنتها، والجهات المسؤولة ما مكنتها من أداء دورها، ما وفرت لها الإمكانيات. دي حاجة. الحاجة الثانية إنه الموضوع بتاع التدريب كله على بعضه في السودان ده موضوع مؤلم ومحتاج له استراتيجية صراحة.
أنا متفق تماماً مع سالم. دائماً في مشكلة أنا بسميهم الناس الكبار اللي بقول عليهم الديناصورس. الديناصورس في المؤسسات هم يعني زي اللي بيعملوا اللوبي كده، أو بيكون في تكتلات هي بتعيق العمل نفسه. أنا ده في تقديري الحياة دي يعني هاي البرونامس في المؤسسات حقتنا السودانية. دي واحدة من الحياة اللي ممكن هي تكون معضلة رئيسية في يعني في سبيل تقدم الشباب نفسهم داخل مؤسساتهم. يعني انت اللي بتلقى كل يعني كل الهيد ستافز بتلقاها كلها هي زي ما قال عمار فوق. فدي حاجه مفترض الناس يعني ينتبهوا لها ويعتبروها هي جزء من الاشكال. الحاجه الثانيه برضو ذكرها، وهو ذكر سرد القانوني جميل جدا سالم، سرد القانون بطريقه جميله جدا وابتهت في فسر بعض الاعراف الاداريه الماشيه بين المؤسسه وبين المركز القومي للتدريب. ودائما انا بستحضرني بيت الشعر، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليابس. كل الكلام اللي بنسمعه عن البحوث والتدريب وسوف ننهض والكلام الكثير ده، ده بيبقى كلام انشائي وكلام بتاع روادي وكلام بتاع يعني ضجة ساي. الشغل الحقيقي هو الركة الحقيقية على المؤسسات البحثية اللي هي بتجي يعني على رأسها هيئة البحوث الزراعية لنفسها، اللي هي يمكن في نزات بالسودان ما سامعين اصلا في حاجه اسمها هيئه بحوث زراعيه. ف يعني الحاجه المفترض الناس تنتبه لها انه الاشكال القانوني الموجود في القصه بتاعت المنحه ذكرها سالم، انه الاستثناء ذكرت تقريبا حته بتاعت يتم التصديق لك بالعلاوه او يصدق لك بالعلاوه في حاله انه المنحه جايه عن طريق المجلس القومي للتدريب او جايه عن طريق اداره التدريب في المؤسسه اللي هي هيئة البحوث الزراعية. اللي هو بمعنى آخر إنك إذا أنت جبت اجتهدت اجتهادك الفردي ده والشخصي ما حتلقى دعم مالي اللي هو في شكل علاوة. والعلاوة هي بالمناسبة يعني هي حق أول حاجة، فعشان الناس يعني عشان الناس ما يعني ما يقعدوا يمتنوا على الناس. ويعني كون مؤسسة أنا ألقى أحمد سالم ده يسرد السرد ده، دي حاجة مطمنة جدا، لأنه معظم الناس ما أوير بحقوقهم وما أوير باللوائح حقتهم حقت المؤسسات، وبالذات لوائح التدريب بتاعت المجلس القومي للتدريب والمؤسسات. فالحته دي يعني في اي نقاش ارجوكم بس يعني لو سمحتوا لي طلب، في اي نقاش مع اداره التدريب بتاعتكم، تواصل مع باي شكل ان كان مع الناس المرؤوسين، حاولوا الحته دي دائما يعني يشددوا عليها واعملوا لها اندرلاين كده كبير جدا وخلوها بولد، لانه ده اشكال حقيقي. ما في حاليا مؤسسه في البلد هي ملتزمه انها توفر منح للمنتسبين بتاعنا. الشاهد في الأمر والحقيقي إنه كل الناس ديل بيجتهدوا اجتهاد فردي مضني جدا، منافسات شرسة بيتم يعني بخوضوها مع مقدمين من دول العالم كثيرة جدا، بيجتهدوا بيلقوا المنحة وإنت بكل بساطة بتجي بتقول له يا أخي أنا ما بديك الحاجة دي. بس لو يعني في أي نقاشات مع ناسكم حاولوا على الأقل بقدر الإمكان يعني أضغطوا عليها إنه الحاجة دي لازم يعني يا تتعدل يا يشوفوا لا أي صيغة عرفية أو أي هنا يحاولوا يتجاوزها، لأنه دي يعني دعايق حقيقي يعني. شكرا جزيلا للفرصة، ونتمنى إن شاء الله يعني كل المشاكل تتحل والناس تضغط في سبيلنا تحل المشاكل، وإن شاء الله ربنا يسهل الأمور. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا عبد الرحيم التجاني. نمشي الفرصة دكتور الوسيلة تفضل. الشباب للسؤال أول رجاء استخدام خاصية رفع اليد عشان يكون في توظيم، إذا ما عندك مشكلة ميكروفون ممكن تكتب السؤال في الشات وننقله للمحاورين. تفضل دكتور الوسيلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الوسيلة عبد الله محمد حسن، مبعوث من هيئة البحوث الزراعية محطة بحوث الأبيض. أنا طبعاً خلصت الحمد لله الدراسة حقتي بخير بشرها، وكنت واحد من الناس اللي كانوا مظلومين بخصوص العلاوة. وأنا ما عايز إنه نفس السيناريو اللي أنا مر بيه الجماعة الحسي حاليا مبتعثين أو الجماعة اللي حيبتعثوا في السنين القادمة بسبب إهمال واضح ومقصود من إدارة التدريب بهيئة البحوث الزراعية
والمجلس القومي للتدريب. أنا عندي رسالتين عايز أوجهها، رسالتين عايز أوجههم لإدارة التدريب الهيئة، والرسالة الثانية عايز أوجهها للمجلس القومي للتدريب. أول حاجة أبدأ بالهيئة، هيئة البحوث الزراعية، وبتمنى إنه واحد يقوم يسمع الحوار الدار بيناتنا ده. نحن وقت نطالب بحقوقنا ما معناه إنه الواحد عايز له منصب إداري زي ما هم فهموا. نحن القضايا دي ناقشناها كثير جدا في التدريب. الناس بتطالب بحقوقها وبتطالب بأهمية التدريب، وليه الناس مظلومة في حقها وكده. يجي واحد من أساتذتنا يقول لنا أنتوا لسه مساعدين باحثين، ويجب أن تركزوا فقط في البحث حقكم وفي العلم حقكم، وما تفكروا في مناصب إدارية وكده. طبعاً دي 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 أنا بعتبرها قضايا انصرافية. ما في واحد أصلاً مساعد باحث ولا باحث مفكر في إنه يكون في منصب إداري ولا كده. الناس دي بتطالب بحقوق واضحة، حقوق واضحة. الناس دي كم مرة خاطبت المدير العام، خاطبت المدير إدارة التدريب بالهيئة، وجدت تهميش مباشر، والكلام ده ما حصل ولا مرة واحدة. الكلام ده أنا مبعوث من سنة 2016 لحد الآن نفس الكلام بيحصل، ما في حاجة تغيرت أصلاً. إحنا كان عشمنا إنه في التغيير في الحكومة الانتقالية دي حصل تغيير كبير جداً، وكان عشمنا إنه التغيير ده يشمل البحوث الزراعية، لأنه البحوث الزراعية دي مؤسسة حساسة جداً. أنا بعتبر إنه فشل البحوث الزراعية معناها فشل السودان. ليه؟ لأنه السودان الاقتصاد حقه قائم على الزراعة. والرسالة اللي عايز أقولها لهم، أنا عايز أقول لهم احتضنوا الشباب، إنه الطريقة اللي بيتعاملوا بها مع الشباب دي بتأدي إلى تشريدهم. ما في واحد حيقعد في الهيئة بالظلم المقصود ده، بالتهميش. ما في واحد حيقعد في الهيئة دي. الرسالة الثانية عايز أوجهها للمجلس الأعلى للتدريب، إنه أولا حاجة من ضمن اللوائح اللي كان أتكلم عنها الأخ سالم، إنه من المفترض المنحة دي تجي عن طريق المجلس القومي للتدريب. نحن لو انتظرنا 15 سنة ما في واحد حيجيه فرصة بتاع التدريب من المجلس القومي للتدريب أو من هيئة البحوث الزراعية. حتى لو جات بيكون فرص نادرة جدا جدا، والمنافسة تكون فيها عالية، وكلكم عارفين إنه لو المنح جات بالطريقة دي عارفين إنها بتمشي كيف. لكن المنح التي يتم الحصول عليها بصورة فردية دي، أنا بعتبر إنه اللي تحصل عليها دي مستحقة، لأنه عارفين هنا المنافسة في الجامعات برا العالم عارفين إنها بتتم كيف. ما بتتم بالمحاصصات والمحاربات، وده بيعرفني وده ما بعرفه، بتتم بالمنافسة. إنك أنت بتقدم أوراق رسمية، بتقدم أوراقك، كل مستندات بتقدم السي في حقتك، بتنافس أكثر من 7000 بيقدموا في الجامعة الواحدة، 7000 بيقبلوا منهم 50 نفر. كونك إنك أنت تكون واحد من 50 نفر معناه أنت كواليفايد، معناه إنك أنت بتستحق التدريب. واحدة من شروط المجلس القومي للتدريب، من المفترض الدول اللي بيرسلوه أو يبتعث للتدريب، من المفترض يكون عنده قابلية للتدريب، أو يستحق فقط إنه عنده قابلية أو عنده قدرة إنه يتدرب. كونك إنك أنت تتحصل على المنحة بمنافسة زي دي، معناه إنك أنت عندك قابلية للتدريب. إذا ما عندك، الجامعة دي ما كان حتختارك أصلاً، كان اختارت أي واحد غيرك. الحاجة الثانية، إنه هيئة البحوث الزراعية ما قاعد تعين الناس ساكت. الواحد بيكون متعين بتقدير أقل جيد جدا. ده بيدل على إنه الموظفين بتاعين البحوث الزراعية عندهم قابلية للتدريب. يلا لو كان حجة المجلس القومي للتدريب إنه إحنا ما يدون العلاوة حقتنا لأننا تحصلنا على المنحة بصورة شخصية، أنا بقول لهم إنه لو ما كان كل الناس
99% من المبعوثين في كل الدول التابعين للمجلس القومي للتدريب تحصلوا على المنح بصورة فردية، ومع ذلك قاعد تجيهم على وكالة مع تذاكر السفر لهم وليسرهم. ودي ما حاجة بالمناسبة، ما حاجة بتندسة. ليه؟ لأنه إحنا عندنا جروب بتاع واتساب بتاع المبعوثين بتصهر فيه الغائمة بتاع الناس الرسلوا لهم العلاوة حقتهم، بيكون في تباين واضح جداً جداً إنه فلان عنده علاوة كاملة، ده عنده 10%، ده عنده 50%، ده عنده يعني حاجات ما بتدسة، حاجات واضحة جداً جداً. وما يجي واحد يقول لنا خل من حديقة عن طريق المجلس القومي للتدريب، لأنه في بعض الناس بيكون مقدمين لهم إن إحنا بينافسنا، لكن بيكون عندهم ظهر سواء كان في المؤسسة حقتهم أو في المجلس القومي للتدريب. نحن حس عشمنا في الإدارة الجديدة دي في المجلس القومي للتدريب إنها ترد الحق للمظلوم، إن الحاجات اللي كانت بتحصل في عهد النظام البايد من المفترض تنتهي خلاص. لأنه إحنا هدفنا شنو؟ هدفنا أول حاجة حرية وسلام وعدالة. دي كل الكلام اللي أنا كنت عايز أقوله، ولو في واحد عايز يقول حاجة ممكن يعطي فاعل. شكرا لك. شكرا لك يا دكتور الوسيلة، والله كلامك فيه ألم شديد، إن شاء الله الواقع يتغير. أنا بس أختلف معك في نقطة واحدة، أنت قلت أنتوا ما عايزين مناصب إدارية في الهيئة ولو بعد 10 سنين. أنا الكلام ده ما شايفه منطقي، دي سنة الحياة. يعني انتوا بعد التأهيل اللي عملتوه ده، الناس اللي ما عارفين دكتور الوسيلة عمل الدكتوراه في استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة، وقدم معنا مشكورا في عبر منصة الباحثين خلاصة البحث بتاعه، وهو الآن بوست دوك في جامعة جي جيان في الصين. فإن شاء الله ترجع سالم غانم يا دكتور الوسيلة، وتفيد السودان والزراعة بعلمك. وأكيد طبعا في يوم من الأيام الهيئة دي لابد الشباب الآن المتواجدين معنا سواء كان في مرحلة الماجستير أو الدكتورة بعد 10 سنين على الأكثر لابد يكونوا في إدارة الهيئة، يعني دي سنة الحياة. طيب انت ذكرتني نقطة مهمة كان الناس اللي بيعملوا بضمير اللي بيكون مسؤولين، حتى إذا كان أنت مدير روضة مش مدير مؤسسة كبيرة زي كده، من المفترض أنت ما تنوم. ليه؟ لأنه أنت عليك مسؤولية صعبة جدا جدا. يلا من المفترض أنت لو ناوي تعمل بضمير، لو ناوي تعمل بضمير من المفترض ما تقبل مسؤولية زي دي بسهولة. ليه؟ لأنه دي بالمناسبة دي عبء عليك، أنت مفروض تأخذ زمنك كله. أما بالنسبة للناس اللي بتقبل مناصب إدارية وفي نفس الوقت بيطالبوك إنك أنت تمشي تطالب حقوقك بنفسك، عندنا إدارة بتاع التدريب في الهيئة لكن بيقولك أنت تمشي تتواصل مع السفارة حقتك، هم بيخلوا مسؤولياتهم من الحتة دي. أما بالنسبة أنت برضو ذكرت نقطة مهمة في حكاية إنه أنا حسي حاليا شغال بوزدوك. طبعا طالبوني إنه أرجع ليه؟ لأنه من المفترض حسب لوائحهم إنه أنا أقعد في البحوث قدر الفترة اللي أنا بتعستها، بعد ذلك أمشي للبوزدوك من جديد. أنا طبعاً عندي الأهمية بتاعت الزمن والعمر أهم من أي حاجة تانية. القانون صح، لكن في حالة واحدة، في حالة إنه التدريب وفر لك حقوقك كاملة. أنا ما ممكن أتربى في بيت عمي وبعد أكبر يجي أبوي طالبني بالبر والإحسان، أصلاً الكلام ده مو ممكن. يلا حفظي كونه المجلس القومي للتدريب ما يوفر للشباب ده الحقوق، بعدك من المفترض ما يسألهم لو هم جوا راجعين، لأنك أنت أصلاً ما دعبت فيهم، أنت ما عملت لهم حاجة عشان تجي طالبهم إنهم يجوا راجعين ويجوا يخدموا، بعدك هم حرين. أما أنت إذا وفرت لهم كامل حقوق، أنت بالقانون بتخليهم إنه يجوا راجعين ويعمل في المؤسسة حقتهم. دي الرسالة اللي أنا كنت ناسية، والحمد لله حس ذكرتني إنه وصلتها. شكرا جزيلا. رجع لنا مصعب خليل. إذا ما عندك مشكلة إنترنت ممكن تكمل كلامك الجميل، ما قدرت تكمله. محمد عبد الحميد إلى الآن ما رجع، شكرا لمشكلة إنترنت. تفضل يا مصعب. بعد مصعب زحل النور، عندك مداخلة، الميكروفون فاتح ممكن تتفضل. أستاذ وفي سوري أنا ما كنت دار واصل، بس كنت عندي رد بسيط لأزور السؤال من الدمازين جبال، لكن شكلها الشباب دار أقول أنه بي أوكي
في في حاجة اسمها الوسيط بين مؤسسة البحوث الزراعية والمزارع اللي هم الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي المؤسسة البحوث الزراعية هي بتقوم بإجراء البحوث العلمية والطبعات والحاجات دي، والمرشد الزراعي هو اللي بيقوم بملك المعلومة الصحيحة للمزارع والمزارع بزرع. فدي بس النقطة اللي أنا كان دار أضيفة أنه في عدم ربط بين المؤسسات بالذات الإرشاد الزراعي وهيئة البحوث الزراعية والمزارع وحتى وزارة الزراعة، ففي فجوات كبيرة حاصلة، فدي مشكلة بتاع الدولة كاملة ومشكلة بتاع البحوث. فالمفروض يكون في ربط عشان المزارع يقدر يستفيد من البحوث العلمية اللي بتطلع من هيئة البحوث الزراعية. بس في الغرب يعني في المحطات الغربية البحوث الزراعية هي تطشي بالمزارع، والمزارع قاعد يستفيد بصورة مباشرة من الباحث الزراعي اللي هي في غياب المرشد الزراعي. فنحن فاقدين حاجة اسمها مرشد زراعي. بالنقطة دار أضيفة. شكرا جزيلا يا محمد خليل. زحل النور تفضلي، ميكروفون مفتوح. السلام عليكم، أنا زحل النور، باحث في مركز البحوث الاقتصادية بهيئة البحوث الزراعية، مبتعثة وطالبة دكتوراه في جامعة هومبولدت بألمانيا. صراحة كنت عايزة أعقب على السؤال اللي كان بيتعلق ليه البحوث الزراعية دورها ضعيف. أنا بقول دورها ضعيف في نقل التقانة للمزارعين، لكن مصعب يعني شكرا جزيلا لي وجاوب على السؤال بأنه نحن في مشكلة بتاعت أنه ما في لينك بين البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، عشان كده المزارع ما بتحصل عليها. ثاني حاجة بالنسبة للعلاوات، أنا هاخد نفسي كحالة يعني كمبتعثة في ألمانيا وما عندي علاوة، لأنه لما مشيت قدمت لناس المجلس القومي للتدريب حسبوا العلاوة بناء على القروش أو بناء على المنحة الحجين هنا في ألمانيا. الحاجة اللي من المفترض يعني تكون واضحة لناس مجلس التدريب القومي في السودان، أي مبتعث لما يجي طالع تبع أي منحة، لو كان جاب individual أو جاته عن طريق الهيئة، القروش المنحة اللي بتجيه أو بتديه تحصل عليها هنا في دولة المنحة دي بتكون عبارة عن مصاريف عشان يدفع من خلال إيجاره، تأمينه الصحي، معيشته، وفي نفس الوقت الرسوم الدراسية. وغالباً القروش دي بتكون كافية بس للشهادة، يعني ما بكون عنده أي إمكانية إنه يوفر. والحاجة الأهم إنه نحن أنت لما تكون جاي منحة عادة كطالب دكتورة بتكون منحة 3 سنوات قابلة للتمديد سنة، وبناء على الطبق اللي أنت شغال فيه بناء عليه طبيعة الانستيتيوت اللي أنت فيها، مرات أنت 3 سنين أو 4 سنين ما بتكون كافية عشان أنت تخلص شغلك، بالذات لو أنت داير مثلا تجيب داتا من السودان أو معتمد عليه تجارب، وتجاربك لا قدر الله فشلت، ودي معناته أنت بتحتاج لأكثر من 3 سنين. ففي أحيانا المنح ما بتمدد، يعني السنة الرابعة ما بتدوب لها، فأنت في الحالة دي بيكون أصلا أوردي ما عندك علاوة. يعني ما لو كان انت عندك علاوه من مجلس القومي للتدريب كان بتكون بيساعدك في انه انت تتم منحتك للسنه الاخيره، او لو كان انت مثلا منحتك كافيه او تقدر توفر منها، ودي حاجه صعبه جدا لانه انت بتكون يعني هي قروش محسوبه، يعني ما في زول بيدوه منحه ويكون عنده فائده. القروش اللي بيديه دي بتكون قروش قدر مصاريفه الشهريه واحتياجاته الدائره. فبالتالي يعني المجلس القومي للتدريب بيفتكر انه انت لما تقول والله انا منحتي جات تبع ذات 1000 يورو، طوال الزول اللي بيكون قاعد في المجلس القومي للتدريب بيفتكر انه انت ال1000 يورو دي يعني عباره عن النت سالري انت حتحصل عليها. لا، دي قروش انت حتاخذها عشان انت على ضوءها انت تتعلم. ونحن الليله كناس يعني جايين، يعني غالبيه الناس اللي بيجوا هنا في اوروبا بتكون عندهم مشكله، يعني انت لو ما خلصت الدكتوراه حقتك او انت وصلت مرحله تكتب ال الفيز حقتك في الساعة دي كأما أنت تنزل تشتغل، وده بناء عليه وأنت حطول مدتك وما حتقدر تكتب وحتكون قاعد في ستريس. ولو حاولت أنت ترجع السودان بيبقى من الصعب جدا أنك تجي راجع وتمتحن، لأنه يعني أنت عشان تتحصل على فيزا دي فيها مشاكل كثيرة. فأنا بتوقع يعني أنا رسالتي من هنا أنا بوجهها للمجلس القومي للتدريب، في البداية نحن عايزين لائحة دي من خلال تكون في قوانين تكون واضحة بالنسبة لنا نحن كمبتعثين، وبالنسبة لهم هم ذات المجلس نكون عارفين اللائحة دي هي فيها شنو. يعني ما في لائحة، يعني حسي سالم
شكرا جزيلا، لانه هو عرض انه في لائحه والله فورمال وفي لائحه انفورمال. يعني يا اخوانا احنا في 2020 وبعد الثوره المجيده دي لائحه انفورمال، اعراف بين المؤسسات. يعني انا ممكن في حالتي يعني اخذ يتخذ معي اجراء مختلف عن اجراء ثاني بناء على اعراف، دي حاجه ما جميله. نحن دايرين نتطور، عشان نتطور عشان نمشي خطوه لقدام لازم نكون مرتبين، لازم تكون في مؤسسيه، لازم تكون في لوائح وقوانين تضبطنا وتضبط اداراتنا. وكمان حاجه ثانيه بوجه مني رساله لهيئه البحوث الزراعيه، الجيل الجديد هو الناس اللي هيجوا يحكموا، هو الناس اللي هيجوا يغطوا يكونوا قاعدين في مقاعدكم في البحوث الزراعيه. ففي الجيل القديم اتمنى هو يساعد الناس الصغار بدل ما يخط ليهم صعاب ومشاكل من خلال ما يقدروا يمشوا لقدام. وشكرا جزيلا لتحت الفرصه. شكرا جزيلا زحل النور، والتوفيق ان شاء الله في مسيرتك الدراسيه لمرحله الدكتوراه. طيب انا احاول الخص الرساله الكتابه محمد عمر، هو تقريبا باحث او طالب ماجستير كان في المجره في تقريبا في نفس الجامعه اللي بتدرس فيها يا محمد الزين. بيقول حصلت على كده، هو هيئه بحوث زراعيه، حصلت على محل ماجستير في جامعه زينت ستيفان في هنغاريا هورتيكلتشر ساينس، انهيت الدراسه يونيون عام الماضي ومنحتني الجامعه فرصه للدكتوراه في نفس التخصص، تلقيت قبول آخر من جامعة أخرى ولكن منح اشترط الترشيح من وزارة التعليم العالي. بدأ في الإجراءات لكن بسبب اللي هو عمل خطابين، بروتوكول بين الهيئة وبين التعليم العالي، بروتوكول ثنائي بين الهيئة والجامعة، قال حصلت مشاكل. وآخر شيء بسبب ظروف كورونا المؤسسات المجورية أو الهنغارية وقفت ولسه في الانتظار. أخيرا اللي تلقى بريد من إدارة المنحة إنه تم، إذا ما قدم أوراقه في أسرع وقت أو تم تأجيل قبوله للعام القادم خلال العام الجديد في أسرع ما ممكن، إذا ما قدم الأوراق الرسمية من السودان حيفقد الفرصة بتاعت الدكتوراه. ما لم وزارة التعليم العالي ترشحه في قائمة ترشيحات العام الجديد للبكالوريوس. الجدير بالذكر إنه اسم السودان في إدارة المنحة الهنغارية موفر تحت موفر 25 فرصة دراسية. تعقيبك على الكلام ده محمد الزين بما أنك في نفس الجامعة. هو حقيقة إذا صوتي مسموع، حقيقة قضية محمد عمر هي يعني ما بعيدة من القضية اللي احنا بنتناقش فيها دي. حقيقة هي الحكومة الهنغارية بتوفر كل سنة 25 منحة عبر الجهة المانحة حقتهم اللي هي الاستيبنديوم هنغاريكوم، بس بتواجه المبتعثين بعد ما يلقوا مثلا طلاب الدكتوراه، بعد ما يلقوا الاكسبتنس من السوبرفايزر هنا بتواجههم مشكلة انه يعملوا لهم اختيار هناك في السودان. فالجهة المسؤولة عن الاختيار تقريبا هي إدارة التدريب في التعليم العالي، دائما بيكون في شد وجذب ما بين انه الفرص مفترض يكون في ناس من خارج اطار التعليم العالي، معظم او العدد المقبول دائما ما بيكون 25، مثلا السنه دي كان عباره عن 17 مقبول، يعني ما اكتمل ال 25. السنه اللي فاتت كان تقريبا اقل 15. فهو سي محمد عمر داير يوصل صوت انه العدد اللي بيجي هنا ما مستوفي العدد الكامل. يعني السنه دي تقريبا فقدنا زي 7 أو 8 منح، السنه اللي فاتت زي 9 أو 10. وهو تقريبا بناشد اداره التدريب في التعليم العالي انه ممكن يكون على حسب الاتفاقيات الثنائيه مع الجهات البحثيه الثانيه تحاول توفر تدي نومينيشن او تدي قبول لجهات بحثيه ثانيه. دي الفكره تقريبا الدار وصلها محمد عمر من خلال الرساله بتاعته. كلام جميل. طيب قبل شويه كان عمار رافع يده. طيب يا محمد عبد الحميد، ممكن تفتح المايك وتكمل كلامك الجميل باختصار عشان تقريبا تجاوزنا الزمن المخطط لنا الجلسه. اوكي شكرا استاذ وافي، شكرا مره ثانيه، وسوري سوء الشبكه. بس انا عايز الخص سريع باقي كلامي، يعني سامعني كده؟ ايوه صوتك تمام واصل. اوكي عايز الخص سريع بس المراحل اللي وصلنا فيها.
زي ما ذكرت انه التعامل غير مقبول من إدارة التدريب وفي ظل وجود تيم مدير عام ولم يبدي يعني رد فعل يرغى على المستوى الحرس اللي حصل. بعد ذلك احنا طالبنا انه احنا نكون احنا كمبتعثين كاصحاب قضية نكون جزء من التفاوض اللي حيدور يعني في التدريب القومي، لانه على الاقل نقدر نوصل صوتنا بصوره كويسه يعني، ونقدر زي ما بقول نقال حقوقنا يعني. محمد ممكن تبعد من السماعه شويه كده بس؟ اوكي تمام عشان الصوت ما يكون تمام اوكي. ففي الاجتماع المشترك ده فعلا وافق انه احنا حنكون جزء في الاجتماع القادم، ولكن للاسف يعني الاجتماع هفطر كان يوم الاثنين، انا يوم الاحد صرت على التليفون للتاكيد الموعد، ففوجئت انه سيد مدير التدريب يقول لي انه يعني اجتماع مع المعشي له ده ما عندي علاقه بموضوعكم، وعشان كده احنا ما حنسوقك معنا. فاعترضت انه كيف يعني ليه الاستهتار ده كل مره بيتم بين احنا كمبتعثين وبين احنا كشباب، ليه الهيئه ما عندها يعني موقف واحد كده ثابت تقدر توضحه اقل له انه تدي انطباع انه هي جاده في حل القضايا. فبعد ذاك مشيت مباشره للاجتماع، دخلت سيد مدير عام وعكست له الصوره يعني انه الشيء الحاصل من قبل سيد مدير التدريب. فهو قام اعتذر لي ووعدني انه يا اخي هو اتصل لي بصوره فرديه وهيرجع لي ياكد لي بصوره شخصيه انه الميتنج بكره وحيديك تليفون والمواعيد عشان تكون جاهز. بناء على وعده ده انا ظليت اليوم ذاك ما تحركت اي حته ومنتظر تليفونه، ولكن للاسف لحد المغرب ما في اي فيدباك، وعلمنا انه سيد مدير التدريب حضر الى شنبات وذهب الى لقاء سيد مدير التدريب. بعد ذاك خاطبناه بايميل رسمي سيد مدير العام، نحن كلجنه من حقنا ان نعرف اللي بيحصل شنو يعني، ليه الاستهتار، ليه المماطله، ليه عدم التقدير يعني. واذا انتم ذهبتوا لتدريب قومي الفيدباك شنو يعني، ممكن احنا نبني عليه مواقفنا الجايه. للاسف تم تجاهل تام، ما رد حتى على الرساله. ليه يوم الليله ما رد على الرساله؟ بناء على الموقف ده احنا كلجنه قررنا تصعيد مفتوح. اول ما طالبنا انه اغاره فوريه سيد مدير اداره التدريب بالهيئه للاسباب الكثيره الناس الشباب ذكروها، انه ليوم الليله في مشاكل تدريب داخلي تدريب خارجي، وما في رؤيه واضحه لحل مشاكل التدريب. لانه اذا انا عايز اخط رؤيه لحل التدريب، اقلها الانسان المفترض يمسك اداره التدريب يكون شخص متفهم للقضايا وعنده فلكسبيليتي يقدر ياخذ يدي مع مختلف القضايا. بعد ذلك فوجئنا انه سيد مدير التدريب هو نازع المعاش، وده برضو يدل على قصر النظر من الإدارة العامة إنها كيف موقف في منصب باعتباره حيوي للهيئة، إنها يتم الاختيار لشخص ينزل معاش بعد شهر أو شهرين. يبقى إذا ما أنا ما في رؤية واضحة لوضع برنامج ثابت أو واضح لهذه الزراعية. ختاما نحن كمبتعثين للخارج مطالبنا سنظل صامدين إلى أن ننتزعها، ما عشان نحن عشاننا نحن، لا، عايزين نثبت حق مكتسب لهذه البحوث الزراعية لمختلف الأيام الجاية هذه البحوث الزراعية عشان ما يعانس معاناتنا دي. لأنه زي ما يقول لا يستغيم الظل والعود عود أعوج. فإحنا كيف بيطالبون مردود أكاديمي ممتاز ومطالبين إنه نكون باك بون شغل الريسيرش الزراعي في السودان، ومشاكلنا ما قادرين يحلوها او ما قادرين حتى يدوا انطباع انهم حاولين يحلوها. لذلك نحن كشباب هيئة البحوث الزراعية زي ما ذكرت ان شاء الله ساعين انه نطرق كل الابواب وكل سقوفات التصعيد الى ان ننتزع حقوقنا، وقادرين على ذلك. الرسالة اللي عايز اوجهها للسادة إدارة هيئة البحوث الزراعية والسادة أساتذتنا الكبار البروفات، إنه ما تفهموا المطالب بتاعت الشباب
إنها عبارة عن بين قوسين قلة أدب، زي ما بعض الأفراد ذكروا الكلمة دي نصاً نصاً. نحن لما بنجيب في حقنا ونرفض المماطلة، نرفض التصرف الغير لائق، يصنف إحنا كأنك قلة أدب مننا. لذلك سيكون الأمر سجال بيننا وبينهم، زي كل مرة قاعد نقول إنه صدر الفجوة بيننا وبين الجيل أو الحرس القديم بحوث رعية في اتساع ما لم يشوفوا آلية يقدروا يعالجوا بها الخلل الحاصل، أو يقدروا يغربوا وجهة النظر بيننا وبينهم. نحن كل طالبين منهم استمعوا لنا، استمعوا لنا، اقعدوا معنا، استمعوا لنا بصدر رحب، بعقل مفتوح، وشوفوا قيموا كلامنا. إذا كنا مخطئين ما عندنا مانع إنه نقدم اعتذار رسمي إذا كنا مخطئين حاجة أخطأناها، وجل والله يخطئ، ولكن برضو لما نكون محقين برضو نأخذ حقنا ونأخذ تقديرنا. في الختام شكرا لكم، شكرا لمجموعة الباحثين تحت الفرصة، ونتمنى إنه كل الناس تضامن يعني في حل القضية دي عشان نثبت حق مكتسب واضح لهيئة البحوث الزراعية لمر الأجيال الجاية. شكرا جزيلا أستاذ. شكرا جزيلا محمد ابو الحميد. حلقتنا شرفت على الانتهاء وتجاوزنا، لكن فرصه اخيره للمتحدثين، اي واحد يختم قبل ما اختم اقتراح ممكن ايوه تفضل. 2 أو 3 دوكيومنتس لو سمحت لي بسكرين شيرنج اروض تفضل. قام نقع ثاني انه عشان ما تكون هي زعمي ساي. لحظتين وائل، انا بدأ نقاطي دار اعلق نقطه واحده عن الكيس الطويل اللي خصها بحر السكرين بتاعي. ثواني بس. لسه انا عندي شاشه سوداء بدات شير سكرين لكن ما تمت. اذا منكم شايفها يا شباب؟ لا لسه تقريبا بتعمل في ابلود ستارت سكرين شوت. ما ظهر في كويت شنير ظهر بس انا دار ادي نموذجين عن انه يا اخي رغم انه في قانون واحد بالنسبه لل من سموه شنو، قانون واحد بتنظم عمليات الابتعاث والتدريب عبر المجلس القومي للتدريب باعتباره انها هي مؤسسه فيدراليه معنيه بشؤون التدريب والابتعاث لكل المؤسسات باستثناء الوحدتين اللي هي التعليم الالي بلس القوات المسلحه قوات الشرطه وقوات النظاميه. لكن رغم الكلام ده ادي نموذجين بتاع التباين فيما يتعلق بالمنحه ذاته او الاستحقاقات بتاعت الابتعاث داخل حياه البحوث الزراعيه بلس التباين بين موظف حياه البحوث الزراعيه وموظف مؤسسه ثانيه. أنا أكفل الفيديو عشان هو تقيل بيت ما أعرف الصوت أكفل. الناس صحوا، الصحة بدأت تستخدم ذلك القلوة لنا. ووائل أنا لغاية ما الفورم يفتح داير أعلق على الكيس بتاعت محمد، أنا نسيت اسمه تقريبا، محمد عمر. محمد عمر هي معروفة طبعا، معروف لما معروف معروف انه المالتيلاترال او البايلاترال اجريمنت دايما بتكون على مستوى الدولة بتكون على فوكال بوينت يعني، والفوكال بوينت بتاعت المنحة دي عبارة عن التعليم العالي. لكن ده ما بيمنع بانه يا اخي الناس اللي هم خارج الفوكال بوينت دي بيكونوا بيسموهم شنو هم ستيك هولدرز وذين الاجريمنت. سو الاشكال ما في التعليم العالي، الاشكال في اداره التدريب بالحياه حقنا. احنا ما قادر تقوم بدورها هي من التنسيق والتشبيك بان يا اخي تعمم فرص كويسه لان هي اصلا قبل ما تفش مثلا تثبت حق لمبتعث هي جزء من المانديت حق الاداره في حد ذاتها، اداره التدريب داخل مؤسسه البحوث الزراعيه. لكن زي ما ذكر حمد عبد الحميد يعني معظم اداراتنا الاخيره دي اللي معظم الناس جو قالوا يا اخي نحن باسم الثوره وشكلوا اداره كده يعني
لو ما كنت ضبط يعني معظم الناس ابوف ال 50 سنه، 90% منهم هم كلهم على مشارف المعاش. يعني انا ما اعرف السبب شنو، يعني في شابين او ثلاثه تقريبا هم اندر ال 50 مشاركين الاداره دي، فما اعرف السبب شنو خلهم مجموعه بتاعت ناس هم ما قادرين، او تقدر تقول عليهم يا اخي ما عايزين يساهموا بحاجه جديد، وكو كانوا ذاته امتداد لادارات قديمه يعني مسكوه هو بيتعاملوا معانا بالشكل اللي انا ما عرفت شنو. طيب الهناي بتاعي واضح صح؟ السكرين بتاعي واضح؟ واضح. دي النتائج بتاعت السبيان. دي النتائج بتاعت السبيان الداتا اللي عملنا لها كوليكت داخل حياه البحوث الزراعيه. طبعا دي ما كل المبتعثين بتاع الحياه البحوث الزراعيه، لكن تقريبا في 22 واحد ملا البيان ليا. لو ملاحظ انه حجم التباين قدر شنو يعني، رغم انه ده بس بوضح لك الاخذ تلاوه اللي ما اخذ تلاوه اللي اخذ بنسبه مختلفه. يعني تقريبا في واحد فقط اللي بيمثل 4.5% هو اللي اخذ علاوته 100%. والله انا ما اعرف الزول ده بكون جاسفه جابها بكوبري، اللهم هو قدر. في اثنين تقريبا ماخذين 50%، وفي خمسه ماخذين 10%، دي الناس الصين طبعا. في اثنين تقريبا ما وافقوا لهم ذاته بالابتعاث، لانه في نظرتهم هم يا اخي في بعض الناس قد يكون انهم فرص بتاعت الابتعاث داخلي، فلقوا فرصه الابتعاث الخارج افضل من كده. دارين فضل لهم التواضع الاعظم هم 11 نفر ماخذين 0%، يعني ما في زول. ده كيس داخل الحياة. خارج الحياة ده اخذ الكيس حقنا بسالم ذاته مع مبتعثة ثانية من مؤسسة ثانية. احنا مبتعثين يعني حكومة المنحة اللي انا مشيت بها مشيت 2019، منحة بيسموها كي ام بي سكولرشيب، منحة تبادل ثقافي ما بين حكومة السودان وجمهورية اندونيسيا. على حكومة السودان توفر فرص تقريبا بيزيكلي قاعد يكون دايما في جامعة افريقيا العالمية، وحكومة اندونيسيا بتشيل حوالي 5 ل 6 نفر. في الدور الفات شالونا 6 نفر، يعني 6 نفر تكون 4 نفر موظفين قطاع عام. نفرين هم موظف يعني ناس لسه ما انهم هناي. سو واحدة من موظف القطاع العام هي سوري انا كان عايز في الهوية بتاعت الدوكومنت بتاع الزول للخصوصية كده معلش. ف الزولة دي مبتعثة في جامعة اسمها جامعة اندونيسيا هنا قاعدة معي، وأنا مبتعث في جامعة تانية اسمها اي بي بي. نحن من نفس المنحة وتحصلناها بنفس الطريقة، لكن هي تبع وحدة ثانية تبع يسموها شنو هي وزارة المالية، أنا تبع هيئة البحوث الزراعية. الزولة اللي تم التصديق لها بالمنحة فرق العلاوة اللي هي هنا 557 دولار شهريا، أما أنا يتم الموافقة على المنحة التي يتحصل عليها الأفراد بصفة شخصية في إطار احتياجات وحداتهم دون أعباء مالية سوى المرتب الداخلي. وأنا رغمي أنه موظف قطاع عام وشغال لصالح حكومة السودان عشان بعدين أجي أقدم له حاجة مقابل، أنا شغال لسه حالي برسول لي شهريا 100 دولار عشان أقدر أكفي يعني احتياجاتي أنا هنا بجاي. سو التباينات كثير جدا والدوكمنت بتاعنا مليان جدا، وعندنا ملف كبير جدا ان كيس عرف انه من المشاهدين مر على الفيديو وحب انه يساعد، نحن مستعدين انه نتعاون مع الموضوع ده كيف انه نصل مبتغانا. وما عندنا حد ثاني غير كده زي ما ذكر الوكيل وذكره محمد عبد الحميد، كثيرين من بروفاتنا واساتذتنا داخل المنصب بيفتكروا انه يا اخي احنا نستخدم التدريب كذريعه يعني عشان سموه شنو نخلطهم ولا نتطاول عليهم او نقل عددنا عليهم زي ما قاعد يقولوا. او ما عندنا حدث ثاني خير الكلام ده، وان انضغطنا يعني غيره على المؤسسه وغيره على البلد، يعني دي نحسن من اداؤه يعني دي نساهم يعني نقول نحن موجودين يعني. شكرا. شكرا لك يا سالم. عمار رجع. عمار معلش باختصار شديد دقيقه واحده حاول نلخص مداخلتك، تفضل يا عمار. أحمد يونس برضو بعد عمار دقيقة واحدة لأنه
تقريبا في دفاع اوكي السلام عليكم. حد المسموح تفضل. السلام عليكم. اتفضل اتفضل. نعم انا ده تقلي شكلي جيت متاخر شويه وانتوا اوريدي في الختام. انا ما عندي سؤال لكن بالرغم انه كشكل اضافه يعني فوالله يا ريت يعني الناس تهتم في الموضوع بتاع الجانب الساينتفك ريسيرش في السودان. قاعدين نتسارع بس ان احنا كالعاده يعني في المؤسسات منو المدير منو اللي بقى للماليه ومنو الكلام الكثير ده قاعدين نتسارع يعني ما قاعدين نهتم بجانب العلمي يعني. فالأقلية الأبوية الموجودة في السودان مثلا تلقى واحد يقول لك أنا يا أخي شغال في المؤسسة تقريبا 70 سنة أنت الليلة يا دوب يعني. الكلام ده موجود من ناسنا الكبار ناس يعني عيب نعم بنحترمهم لكن هم يعني ما صار نكون الشاب الجديد الباحث الجديد ينزلوا له نظرة إنه هو يعني يا دوب صغير وهو ذات لسه وما كده. الشباب ده طبعا هم يعني متواكبين العصري والحداثه والشيء اللي ماشي في العالم يعني هم باحثين بفهم بتاع الباحث. فانا ما درت الكلام لانه يعني فرصه ضيقه وكده لكن انا بتمنى انه الناس يعني تهتم في الموضوع بتاع الجانب العلمي. وفي كلام ذكره قبل واحد من الشباب قال ما في اللينك بين المزارعين والمؤسسات بتاعت الزراعية يعني إذا كان في وزارة الزراعة ولا في هيئة البحوث الزراعية. نعم في جاب كبير بين المزارعين وياريت الناس يعني تحاول تكون لصيقة مع المزارعين عشان تقدر المزارع يقدر يفهم منه يا أخي أشيد في صالحه وكده. هم قاعدين بخطوا حاجز كبير جدا بين المزارع والمؤسسة والشخص الألماني في المؤسسة دي. شكرا لكم شكرا جزيلا عمار. تفضل احمد يونس سريعا. شكرا للفرصه الثانيه بايجاز القلل والمشكله بتكمن في ضعف الاداره الحاليه لهيئه البحوث الزراعيه. اداره ضعيفه جدا. مدير الهيئه الجديد مدير ضعيف ما عنده الامكانيات اللي بيقدر يستوعبها طاقات الشباب والخبره بتاعت الناس الكبار ويوظفها لمصلحه البحوث الزراعيه. الحلول بناشد مجلس الوزراء انه يعين لمدير هيئه البحوث الزراعيه مدير جديد بمواصفات عاليه جدا لانه البحوث الزراعيه هي السبب الاساسي في نهضه وتطور الزراعه في السودان. اذا عندنا هيئه بحوث زراعيه قويه بيبقى عندنا عمليات زراعيه متطوره. النقطه الثانيه هيئة البحوث الزراعية التدريب بتاعها ده لابد لازم ينفصل يبقى تدريب قائم بذاته لأنه البحوث الزراعية عندها خصوصية. مع احترامنا لكل المؤسسات والتدريب مهم جدا في أي من القطاعات إلا أن البحوث الزراعية لها خصوصية لأنه طبيعة العمل بتاع ذاته بحثي بتحتاج بالتالي للناس يكونوا مؤهلين وممتلكين النولج الجديد. عشان كده التدريب بتاعها مفروض يكون منفصل تماما. الإدارة الجديدة للتدريب يبقى عندها المخدرة إنها تعمل نتوركينج مع جهات داخليه وجهات خارجيه. وشكرا. شكرا جزيلا شباب. شكرا اول شيء نشكر سالم يا اخي في اندونيسيا تقريبا عند الوقت صبحا على زمنك الثمين وقطعنا لك نومك اليوم. كخلاصه للحديث اللي اتقال والافكار اللي طرحت حلول اي زول عنده دقيقتين ماكسيمم يطرح لنا الحلول. نبدا بمحمد احمد الزين تفضل. طيب حقيقه لا 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 الحلول يعني انا بالنسبه لي الحلول هو انا ما اقدر اقول تجديد على مستوى اداره الهيئه زي ما قال احمد يونس لكن على الاقل على مستوى اداره التدريب يضخ لنا دماء جديده اللي هي تحاول توصل المطالب الملحه اللي حاليا عرضناها دي بصوره واضحه ويكون في تنسيق عالي جدا جدا ما بينه وما بين التدريب القومي او ممكن يكون اعلى من التنسيق اللي هو حتى قد يصل الى مرحله انتزاع الحقوق لانه على مر السنين التدريب القومي كان مجحف جدا جدا في منسوبي هيئه البحوث الزراعيه. فانا انا 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 تحديدا بركز على
على التدريب انه مفترض يكون على راسه ادارات جديده تقدر تنتزع حقوق منسوبي هيئه البحوث الزراعيه. ختاما انا بشكرك جدا على طولة بالك، ونتمنى ان شاء الله في 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 ويبينار ثاني انه نعرض اذا سمحتوا لنا نعرض منجزات هيئه البحوث الزراعيه ونحكي الصوره اللي ممكن تكون غايبه عن كثير من الناس، لانه اساس التساؤل اللي سالوا لنا الشاب ده. فنتمنى انه في المرات القادمه ان شاء الله نقدر نطرح البحوث الزراعيه ودورها على مر السنين بالنسبه للقطاع الزراعي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سالم اتفضل اختصار. تمام. نقطتين بتعلق بحلول الاصلاحات. ابقى لي institutional arrangement need to be يعني considered على مستوى التدريب. التدريب للتدريب بالحياة محتاج انه ياخي زي ما ذكرنا في البيان بتاعنا الاول يا ادارة استجيبي باستغالة المدير. نحن طالبنا بانه يتم اعفائه، وهو الردي طبعا جاه خطاب المعاش الاول الناس وهو ماشي، ويا حبذا الزول اللي جينا يكون له رؤية واضحة بيجيب على السؤال بتاعت انه ياخي حاول نوفر فرص التدريب وين and why، من المستفيدين منه بخطة واضحة ما لهم بس عبارة عن شلة بتاعت الحاب أو شلة بتاعت ناس بيعرفوا بعض، يكون أنه يعرضوا مخبرات شنو إمكانيات شنو كيف يتعامل مع الإشكالات من النوع دي، فعينوه بعد ذلك بيجي بينتظر يعني داري 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 يمشي نفس ال بيسموه التقليد القديم. This is the way has been and this is the way going to be. ما بينفع دارين طريقة جديدة مبتكرة أنه يا أخي ملف التدريب ده يديروه على مستوى الهيئة. على مستوى التدريب القومي انا بفكر انه يا اخي ده لو نيد تو بي انفورسد، يعني القانون محتاج انه يتطبق. لما يتطبق انا بتخليه في اشكال كثير من اشكال الظلمه وعدم الانصاف دي بتختفي. خلاص مؤسسه التدريب المجلس القومي للتدريب دي واحده من بحر بتاعت مؤسسات كده كله عباره عن ناس جبن بيسموه شنو نفتيزم ومصالح وكده، يعني ما قاعدين يخدموا الخدمة المنفترض مؤسسة عامة تخدم موظفينه. فبالتالي بطالب لجنة إزالة التمكين على الأقل تراجع ملف التدريب دي، دخولنا فيه دماء جديدة على أبو محمد زين، خاصة إدارة التدريب الخارجي. يعني نفس الأشخاص اللي كانوا بيدروا خلال الفترة اللي فاتت نفس الأشخاص قاعدين يدروها الليلة. وما ممكن أنت نفس الأقلية اللي كان بيدير التدريب دي لعشر سنة 15 سنة بنفس التقليد وبنفس الأعراف متجاوزين القوانين، انت بتخليهم قاعدين في الاحد من النوع دي. الاحد دي ما 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 ما, ما متالق بس بانه يغيروا يعني الرؤساء بتاعت يسموه الانتيتيز، يعني بس حاليا التغيير دائما قاعد يكون مدير عام وزير وكذا. لكن انا بتخلي الاخاء او اداء هذا الدوله البيروقراطيه دي اداء كولكتيف، يعني محتاج انه يكون اداء جميع من اصغر موظف لعامل حتى الوزير محتاج انه يكون له انبوت جديد ماشي في نفس الاتجاه مثلا الوزير او الدوله تبعته. ففي ناس كثيرين قاعدين يكسروا المجال، فيس خط يكون الليله في وزير كويس، خط يكون في مدير عام كويس، لكن الناس اللي تحته ما في توافق في الرؤى بتاعهم. اي هوب انه يا اخي النقطتين بتاعي دي يتم اعتباره للمسؤولين اللي بيسمعوا. خلاص شاكر مره اخرى لمؤسسه الباحثين السودانيين انها اتاحت لنا الفرصه انه نعرض النقاط دي. انا شخصيا برحب يعني بصفة شخصية وكجزء من أضولين بتاعت مؤسسين حياة البوسة الزراعية بالخارج أي شكل من أشكال التعاون، أي طلب من مؤسسة البوسة مؤسسة البحثين السودانيين وفي ناس تانيين إنه مشكلات من النوع دي نتعاون بأنه يخلق للقل إنه ملينا الدراف كامل أو بروبوزل كامل إنه يخلق كيف يتم علاج أو كيف نعمل وصفة يعني بريسكريبشن لمسألة التدريب على مستوى القطاع العام كله. نحن مستعدين نقدم يعني بما اننا من زمن لمعرفه لخبره يعني شاكر جدا. شكرا للمبادره سالم محمد. سالم تفضل يا هناء اختصار. انا حاشيل للائحة الامان العام للمجلس القومي للتدريب. لائحه الامان العام للمجلس القومي للتدريب بتلزم المبتعث انه يقدم اعلى اداء، وبتلزمه بانه ما يقوم بشغل اي وظيفه باجر او بدون اجر. فانت اذا بتلزمه باشياء وما بتديه مستحقاته من علاوه شهريه وغيرها
كيف يستطيع إنه يقدم يعني يتحصل على أداء أكاديمي عالي، وكيف يعني ما يضطر لأنه يشغل وظيفة يعني، فهو مضطر يعني زي ما اللائحة فيها واجبات لابد أن يكون فيها حقوق. فهذا ما أردت ذكره، وشكرا لكم أستاذ وفي، وشكرا لمجموعة الباحثين السودانيين اللي تحت هذه الفرصة. شكرا جزيلا. شكرا لك يا حماة. تفضل مصعب خليل، آخر دقيقة. محمد عبد الحميد تقريبا لخص كلامه من شوية. مصعب اوكي تمام. تمام. طيب انا الحلول بقول دايرين ادارات جديده شابه نشطه تقدر تتعامل مع الشباب بصوره طيبه وكويسه، ومحتاجين لوحده اعلاميه ضخمه تعكس العمل بتاع هيئه البحوث الزراعيه من طغانات وبحوث وغيره للمزارع البسيط ولكل الشعب السوداني وحتى في العالم. ويكون في لينك بين كل المؤسسات الزراعية مع البحوث في الداخل وكل المؤسسات العالمية عشان نقدر هنا نطور البحوث، لكن نقطة أنه الإدارات الجديدة دي مهمة شديد، مفروض تكون في إدارات جديدة عشان تقدر تمشي حال الهيئة بطريقة كويسة. شكرا أستاذ وفي، وشكرا لمؤسسة الباحثين الزراعيين والباحثين السودانيين، وإن شاء الله نلتقي في لايف تاني بإذن الله. محمد عبد الحميد دقيقة واحدة بس تفضل، أنا خلاص أنا عندي في الفجر هنا الأمطار بدأت تصب جدا الكهرباء شديد جدا في أقل من دقيقة. بس أنا من شايف إن حلول بسني وبأكد إنه لازم تكون تجي إدارة عندها رؤية يدير التدريب بصورة متوازنة وعادلة. الحاجة الثانية من الحلول إنه إذا الناس متابعة في الميديا أستاذنا البحوث الزراعية وبعض الأساتذة الكرام المعاشيين عكفوا على مدار شهور يعني إنه في إعداد مذكرة إصلاح شامل لهيئة البحوث الزراعية في كل الجوانب القانوني والبحثي والإداري، فكل الحاجات دي كلها وضعت في مذكرة واحدة إصلاح شامل وتم تسليمها لمدير عام هيئة البحوث الزراعية. الحاجة اللي أنا بس بأكد عليها يا ريت إنه يتم إنذارها على أرض الواقع، ولا بد من متابعة السادة في المريد المبادرة. نرجو انه الناس تكون متابعه لتنفيذ بنود الاتفاقيه دي على المدى القصير والمدى البعيد. شكرا جزيلا مره ثانيه، وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. في الختام شاكر لكم جدا شباب حياه البحوث الزراعيه المتعاسين بالداخل والخارج، وقتكم الثمين جزء منكم والمتصف حد عنده. نشكر سالم محمد سالم من اندونيسيا وكل الشباب بإذن الله. إن شاء الله في اللقاءات الجاية نتكلم يعني ما هنتكلم عن المشاكل، بإذن الله المشاكل تكون تحلت. اللقاء هيكون عن أبحاثكم ودراساتكم اللي أخذتوها في الخارج وكيف كيفية إن كانت عكسها وتطبيقها في السودان. شكرا جزيلا لكم، وإلى لقاء في لقاء آخر. كنتم في أمان الله.